طيب نبدأ كده. بسم الله يا جماعة، إن شاء الله إحنا المحاضرة اللي فاتت خلصنا مع بعض مجموعة أنيونات حمض الـ HCl، صح؟ طيب نبدأ كده إن شاء الله يا جماعة. حصة النهاردة سهلة وبسيطة، رجاء كده التركيز، ربنا يكرمك. مجموعة أنيونات، أسمع حمض مين يا حاج؟ مجموعة أنيونات حمض H2SO4 يا جماعة المركز. حبيبي اللي مذاكر أول محاضرة أخذناها خلاص في التحلية، كنا اتكلمنا عن صاحبنا ده وقلنا إن الرجل ده بيكشف عن كام أنايون، وهي على الترتيب CL سالب وBR سالب وI سالب وNO3 سالب. ولو سألنا الباشمهندسة عن أسماء الأربع أنيونات هتقول لك أول واحد اسمه كلورايد أو بنقول بالعربي كلوريد، تاني واحد بروميد أو بالعربي اسمه بروميد، يودايد اللي هو اليوديد، وأخيرا بيكشف عن أنيون النيت رات. ولذلك مجموعة أنيونات حمض الكبريتيك المركز أربع أنيونات هي كلوريد بروميد يوديد نيترات، كلوريد بروميد يوديد نيترات. وهنا نسأل السؤال الأول، بص حاجات معتادة بقى خلاص، هو حضرتك مش الأربعة دول اسمهم شقوق حامضية؟ ما هي أنيونات يعني شقوق حامضية. حبيب قلبي هو احنا الأربعة اسمنا شقوق حامضية ليه؟ قال لي والله يا مستر أصل احنا مشتقين من أحماض مش من حمض. فسي ال سالب اللي جاي من اتش سي ال، وبي ار سالب اللي جاي من اتش بي ار، واي سالب اللي جاي من اتش اي، واتش والان او 3 اللي جاي من اتش ان او 3. طب لو سالنا نفس الطالب ده بكل هدوء، تعرف اسماء الاربع احماض؟ هيقول لك اه. الاولاني ده يا جماعه كان اسمه حمض هيدرو كلاريك، واللي تحتيه اسمه حمض هيدرو بروميك، هيدرو ايه؟ بروميك. واللي تحتيه حمض هيدرو يوديك، برافو اللي بترد. واخيرا حمض النيت ريك، حمض النيت ايه؟ لان جاي منه مجموعه نيت رات، واي ات جاي من حمض اخره؟ ده مش بس كده، ده حبيب قلبي ما شاء الله عليه اللي مذاكر اول ما شاف الاربع احماض دول قال لي مستر الاحماض دي احماض متوسطه الثبات. قلت له ربنا يحفظك ويبارك في عمرك. قال لي بقى شايف حمض الكبريتيك اللي بيكشف عنهم ده؟ قلت له اه. قال لي حمض الكبريتيك المركز ده من الاحماض الاكثر ثباتا. فقمت خبطه سؤال علل السؤال ده باربع اسئله، سؤال بكام سؤال؟ قلت له علل لما ياتي. يستخدم حمض الكبريتيك المركز في الكشف عن هذه الانيونات؟ قال لي لان حمض الكبريتيك المركز اكثر ثباتا من الاحماض التي تشتق منها هذه الانيونات، وتنص القاعده على ان الحمض الاكثر ثباتا يطرد الاحماض الاقل على هيئه غاز حامضي له لون مميز او خواص ايه؟ وهنا بقى خد بالك، لو حد سالك بص الفرق بين السؤالين دول تفاصيل يا جماعه. يبقى مجموعه حمض الكبريتيك المركز، بص لما يجي يسالني كده، بص مجموعه، انا سؤالي واضح، مجموعه انيونات حمض كبريتيك مركز كم انايون؟ ايه هنكتب ليه؟ يبقى مجموعه انيونات حمض كبريتيك مركز كم انايون؟ أربعة. أربعة. بص فرق بقى بين اللفظ اللي انا قلته ده واللفظ اللي انا هقوله في رقم اتنين. انت قلت اربع انيونات وده صح. طب استنى بقى، يمكن استخدام حمض كبريتيك مركز في الكشف عن كم انيون؟ برافو اللي قالت عشرة. ولذلك هناك فارق حبايب قلبي اللي مركزين، ربنا يبارك في اعمارهم ويحفظهم كلهم، قول امين ويهدي الناس اللي ما بتذاكرش كويس، قول امين برضو، قول امين. فلو سالني هو مجموعته كام انايون؟ هقول له مجموعه اربع انيونات، كلوريد بروميد يوديد نيترات.
لكن لو سألني هو ينفع يكشف عن كم أناين؟ هقول له بيكشف عن 10. كربونات بيكربونات، كبريتيت كبريتيت، سايوكبريتات، نيتريت، كلوريت، بروميد، يوريد، نيترات، لأنه بيكشف عن الأربعة بتوعه، وينفع يكشف عن الستة بتوع عنيونات حمض مين؟ HCl. إذا كان أنا بطرد HCl اللي طرد ستة، يبقى أنا أطرده وأطرد الستة، صح ولا غلط؟ ها؟ ولذلك فإن حمض الكبريتيكي مركز حمض طريد، حمض يا جماعة طريد، طريد بيطرد على طول، فاهم أنت؟ بص ما بيرحمش. بقى أنت ضعيف الثبات؟ اطلع بره. طب أنت متوسط الثبات؟ اطلع إيه؟ بره، أنت عارف على طول. الأسواق مفيش فراغ. لأنه حمض أكثر والأحماض الأكثر ثباتا تطرد الأقل ثباتا على هيئة غازات حمضية. صعبة البداية؟ طب الشغل بقى، كل أناين من الأربعة دول هنشرح له تجربتين، تجربة كلام بص عمال يتعاد. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم ونشوف كده الناس اللي مركزة. يبقى أول أناين هنبدأ بأناين مين؟ أناين الكلوريت. يبقى أول أناين عندنا هناخد الكشف عن أناين مين؟ نسأل بالراحة تاني، سي ال ايه؟ سالب. اسمع، المشتق منين؟ برافو يا بنتي اللي بتردي على طول كده، كلميني. تحب انا هات وخد ده في الحصة، والله العظيم يا جماعة بيبقى كلام جميل جدا، حتى الناس لما تبص عليها، الناس اللي بتتفرج على الكلام ده يا جماعة تكون مستمتعة جدا بردكم. ليه؟ لان الحصة فيها تفاعل، اكشن اند رياكشن، لكن مدرس يرد على نفسه بتبقى حصة مملة قوي. يبقى اتش سي ال حمض الهيدروكلوريك. وهنا يظهر السؤال الاول، هو ليه حمض الكبريتيك المركز ينفع يكشف عن الكلوريد؟ يبقى الإجابة لأن حمض الكبريتيك المركز أكثر ثباتا من حمض الهيدروكلوريك الذي يشتق منه أيون الكلوريد، والحمض الأكثر يطرد الحمض الأقل على هيئة غاز حامضي. غاز له لون مميز أو خواص. التجربة الأساسية. برافو يا بات، تقول يبقى الملح الايه؟ تجارب الأساسية كمان في المجموعة دي بالملح الايه؟ زائد قطرات من حمض. اوعى بقى تلاقي واحد بص لسه عايش في دور الزومبي يقول لك حمض اتش سي ال، يعني مش هنرد عليه. طبعا المرة دي حمض كبريتيك ماله؟ يبقى احنا هنا يا جماعه في المجموعه دي كلها في التجربه الاساسيه بنجيب الملح الصلب ويضاف اليه قطرات من حمض كبريتيك مال. يلا يا بطل، يبقى احنا عايزين ملح صلب في اناين الكلوريد، وليكن كلوريد او كلوريد بوتاسيوم، ادي ان اي سي ال سوليد صح، ثم قطرات من حمض اتش 2 اس او 4 ماله ليكويد. يلا شبابنا احلال مزدوج، مين ياخد مين؟ قالت لي سهله، الان ايه هتاخد؟ يبقى ان اي 2 اس او 4 اكوس. اسمعك، والاتش تاخد مين؟ اتش سي ال غاز. هسالكوا سؤال من الحصه اللي فاتت، لا اللي قالت ينحل ده روح ذاكري، قول لها روح ذاكري، لان الكلام ده انا قلته صح يا جماعه، فاحنا نقول لها بكل هدوء من غير ما نزعق اهو، روح ذاكري يا بابا، اتقي الله في اهلك وروح ذاكري. نوزن مع بعض، ان ايه واحده خرجت كام؟ 2. اضرب في كام؟ 2. سي ال خرجت واحده، اضرب في كام؟ وطبعا لو حد سالنا مين ده هنقول له ده غاز اسمه غاز كلوريد. لا، وهنا بقى يا جماعه المحاضره اللي فاتت قسما بالله العظيم ان احنا شرحنا القاعده. ايه القاعده؟ ان الاناين المره دي ما فيهوش، وقلنا ان الاناين لو ما فيهوش اكسجين مش هيطلع حمض، هيطلع غاز حامضي زي ما حصل مع الكبريتيد ده. طلع غاز كبريتيد الهيدروجين ذو رائحه كريهه الذي يسود ورقه مبلله بمحلول خلات الرصاص. وهنا قلت قاعده، طول ما الاناين ما فيهوش اكسجين مش هيتكون حمض، هيتكون ايه على طول؟ غاز. يبقى هنا هنتكلم عن الغاز وصفه الغاز زي ما احنا متعودين. يبقى هنا في المشاهده هقول يتصاعد غاز مين؟ يتصاعد غاز، الله يبارك لك اللي ردت، يتصاعد غاز كلوريد الهيدروجين عديم اللون. يبقى الغاز ده هو كمان عديم ايه؟ فحبيبه قلبي قالت لي مستر، طول ما الغاز اللي طالع عديم اللون لازم تثبت لي ان هو الغاز. اسمعي بقى صفه الغاز عديم اللون، اسمع دي عشان مهمه قوي، الذي يكون سحب بيضاء. يبقى الغاز ده يا جماعه لو عايز تكشف عنه هيكون سحب ايه؟
بس بيكون سحب بيضاء امتى؟ اسمعي، عند تعرضه لساق زجاجية مبللة بمحلول النشادر. يبقى الغاز ده وهو طالع يا جماعة، الغاز هيطلع من الأنبوبة، هنعرضه لساق زجاجية مبللة بمحلول مين؟ بس هنا يا جماعة كلاكيت تاني مرة كده، بقى شرحتها مرة في الباب الأول وهشرحها مرة في الباب التاني وهتتكرر عندك في الباب التالت، ويرجع لك أنا ما خدتش بالي مين محلول النشادر، حاجة تتشرح ثلاث مرات ويقول لك ما خدتش بالي. حبايبي المحترمين، محلول النشادر هو هيدروكسيد أمونيوم، وبيسموه كده لأن المحترم اللي مذاكر عارف إن ده عبارة عن نشادر مذوبينه فين؟ NH3 دف HOH يديك NH4OH. هنا بقى عايز أكد على معلومة عشان ده إن شاء الله موجود عندنا كمان في الباب التالت، ده قلوي ضعيف الثبات. قلوي ماله؟ أصل هتشوفها كمان في العملي. إيه بقى قلوي ضعيف الثبات؟ بص يا بابا، أول ما بتنزل الساق في محلول النشادر هو فعلا بيكون سائل، بس أول ما بترفعه كده أنا قايل إن ده قلوي إيه؟ حبايبي اللي مذاكرين عارفين إن ضعيف الثبات ده بمجرد ما يتعرض للهواء سرعان ما ينحل. لإيه وإيه بقى؟ شايف الـ OH؟ تسحب H من هنا، مية، ويدينا غاز مين؟ وهنا حبيبة قلبي ردت عليا قالت لي على فكرة يا مستر غاز النشادر ده غاز قاعدي. قلت لها إيه حبيبتي الشطارة دي؟ إيه الجمال اللي أنت فيه ده؟ قالت لي ما أنا هقول لك إيه يا مستر، الغاز لما يجي من انحلال حمضي يبقى غاز حامضي، والغاز لما يجي من انحلال قلوي يبقى غاز قاعدي. مفيش ابداع يعني يا مستر، انت ما تبالغش يعني. حاضر يا ستي مش هبالغ. يبقى هنا وانا بتكلم بالعربي قلت الساق مبلله بمحلول النشادر، فالطالب لما جه يبص على المعادله لاني كاتب ايه؟ كاتب ان اتش 3 غاز هيتفاعل مع اتش سي ال غاز اللي خارج من الانبوبه. طبعا بقى اللي قاعد مركز معايا كده مش هيستغرب، خلاص هو انا ازاي كاتب محلول النشادر ولما كتبت في المعادله كاتب غاز؟ قال لي ما انا فهمت بقى مستر، انت لما بتحط الساق بتحطها في المحلول، لكن بمجرد ما اترفعت كده في الهواء انحلت، فبقى اللي خارج غاز مين؟ فسرعان ما يتحد غاز النشادر وهو غاز قاعدي مع غاز اتش سي ال اللي خارج من الانبوبه وهو غاز حامضي، يتحدوا مع بعض. تعرف تجمع ولا اجمع لك؟ قال لي اعرف اجمع ان اتش 3 واتش، ان اتش 4 سي ال سوليد. المركب ده اسمه ايه يا مستر؟ حبيب قلبي اهو، يبقى كلوريد امونيوم سحب بيضاء. يبقى هنا عندنا سؤال علل عند حبايبنا بتوع ازهر، علل لما ياتي. يستخدم ساق مبلله بمحلول النشادر للكشف عن غاز اتش سي ال. اكتب المعادله واقول حيث انه سرعان ما يتحد غاز النشادر مع غاز اتش سي ال مكونا سحب بيضاء من مركب اسمه كلوريد، كلوريد الامونيوم. كلوريد ايه يا بابا؟ استنى بقى كمان، او بدل ما يقول لك ان احنا بنكشف عنه يقول لك التخلص من غاز اتش سي ال. كلمه التخلص من غاز ومشروحه بالمذكره يعني اجيب حد يتفاعل معاه، يبقى للتخلص من الرائحه النفاذه الاتش سي ال اعرضه لساق مبلله بمحلول هيتفاعل معاه هيدي سحب بيضاء من كلوريد. وهنا عشان ما حدش يسال السؤال ده يا جماعه بنرد اهو، ايه ده ايه ده ايه ده؟ ازاي ماده صلبه والمستر كاتب انها هتبقى سحب بيضاء؟ قول له لا، اصل كلوريد الامونيوم ده لو انت مش فاكر من ثانيه ثانوي مادة صلبة تتسامى. مادة صلبة ايه؟ حبيب قلبي اللي ما يعرفش يعني ايه مادة صلبة، هي مادة صلبة. ايه التسامي ده يا بابا؟ التسامي هو تحول المادة من الحالة الصلبة للحالة الغازية دون المرور بالحالة. اصل البيه هيبص في المعادلة يلاقيني كاتب سوليد وانا قايل له انها سحب ايه؟ طب هي صلبة ولا غازية؟ هي صلبة، هي صلبة، تكتب في الحالة سوليد، ولكنها سرعان ما تتسامى متحولة للحالة الغازية، وعشان كده حضرتك يا فندم بتشوف سحب لونها ايه؟ سحب بيضاء. يبقى ملخص التجربة المحترم، بص ملخص دي مذاكرة بعد ما اكتب معادلات. يبقى ماذا يحدث عند إضافة حمض الكبريتيك لأملاح الكلوريد؟ يتصاعد غاز كلوريد الهيدروجين عديم اللون الذي يكون سحب بيضاء عند تعرضه لساق مبللة بمحلول. طب ليه بيتكون سحب بيضاء؟ لأن غاز اتش سي ال سرعان ما يتحد مع غاز النشادر مكونا كلوريد امونيوم سحب بيضاء. كده خلصنا التجربه الايه؟ التجربه ايه؟ لا ده بص بقى كمان في التاكيديه، اول ما هقول البدايه اسمع بس اللي انتوا عارفينه. انتوا عارفين ايه؟ قالت لي مستر عيب التاكيديه بمحلول الملح. حلو قوي، انا مبسوط جدا من الكلام ده. اسمع بقى، محلول الملح زائد محلول نيترات الفضه زائد محلول ايه؟ اقف اقف اقف، بص اللي مذاكر المحاضرة اللي فاتت كويس. قال لي احنا كده بقينا ثلاثة. قلت له مين الثلاثة؟
قال لي تيتيد كلوريد. قلت له انا مبسوط جدا بادائك يا ابني. قلت له هو ايه اللي تيتيد كلوريد؟ قال لي كان بيكشف عن الكبريتيتا وعن الكبريتيدا والنهارده كمان بيكشف عن الكلو. قلت له احسنت يا بابا تعالى اهو. يبقى محلول الملح زائد محلول النيترات مين؟ الفضه. تعالى بقى معايا، مش ده محلول الملح؟ هات الملح ندوبه في الميه. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم NaCl ماله؟ اكواس. اسمعك. ثم يضاف اليه قطرات من محلول AgNO3 ماله؟ اسمعك. وعلى فكره يا مستر لو رحت لعم احمد بتاع المعمل، عم احمد انت عم احمد ده مسؤول المعمل، قلت له عم احمد اديني نيترات فضه، قال لي ما عنديش. عادي اقول له هات بيكربونات فضه. طب ليه ينفع نيترات او بيكربونات؟ مستر هو عايز ملح فضه بيدوب في الميه، فينفع نيترات فضه وبيكربونات فضه. يلا يا احلال مزدوج ان ايه هتاخد؟ يبقى ان ايه ان او ايه 3. احسنتي. اكواس. اسمع الباقي. والاي جي ياخد مين؟ فيطلع اي جي سي ال سوليد. راسب اهو. هتروح توزن المعادله هتلاقي المعادله مالها؟ موزونه. تعال بقى اهم حاجه انك تذاكر كمان صفه الراسب. يبقى هنا حبايب قلبي اللي مركزين على السبوره، يتكون مركب اسمه ايه؟ يتكون كلوريد الفضه. يبقى هنا يا جماعه مع الكلوريد يتكون كلوريد مين؟ راسب ابيض. راسب ايه؟ يبقى راسب كلوريد الفضه راسب ماله؟ اسمعي يا استاذه، يصير بنفسجيا. يصير ايه؟ عند التعرض للضوء. يبقى هو كراسب لونه ايه؟ ابيض. يصير ايه عند التعرض للضوء؟ عند التعرض لمين؟ للضوء. مش بس كده، خد الاخيره بقى، يذوب بشده في محلول النشادر المركز. يعني الراسب ده بعد ما يتكون لو عايز تدوبيه حط عليه محلول ايه يا بابا؟ هتلاقي ان كلوريد الفضه هيدوب خالص. لا تعالى بقى نمشي كلمه كلمه مع صفات الراسب. يبقى اول صفه في الراسب انه راسب ايه؟ ابيض. يصير بنفسجيا عند التعرض ليه؟ اقف عند دي بقى. وده معناه ان المركب ده يتاثر بالضوء ولا لا يتاثر؟ وهنا هقول لك معلومه ده للي عايز يعرف. هذا المركب عند سقوط الضوء عليه، ده للي عايز يتعلم كيمياء صح، لان الكلام ده هيبقى فيه زيه في الباب الثالث. فافهمها من دلوقتي. مش حبايب قلبنا اللي مركزين عارفين ان كلوريد الفضه ده عباره عن ايونات اي جي موجبه وايونات سي ال سالبه؟ عارف ايه اللي بيحصل لما الضوء بيسقط عليه؟ الضوء لما بيسقط على المركب ده بيخلي جزء من ايونات الفضه تختزل، يعني جزء من اي جي موجب ده بيرجع له الالكترون بتاعه، بيرجع له ايه؟ فيتحول مره اخرى الى ذرات مين؟ فضه. ذرات الفضه دي بقى لما بتنزل في المحلول او بتنزل على الراسب، مش الراسب كان ابيض؟ ينزل عليه ذرات الفضه، كل الناس عارفه شكل الفضه عامل ازاي؟ لما بتنزل على الراسب الابيض بتجعل الراسب الابيض يصير ايه؟ يتحول كده يغمق يبقى بنفسجي شويه، ده مش بس كده، ده الراسب ده لو عايز تتاكد ان هو كلوريد حط عليه قطرات من محلول النشادر المركز، هتلاقي الراسب ايه اللي يحصل له؟ يدوب، يدوب ببطء ولا يدوب بسرعه؟ ما هو قال لك اهو يذوب بايه؟ يذوب بشده. دي معناها في زمن كبير ولا زمن قليل؟ بمجرد ما هتحط عليه محلول النشادر الراسب هيختفي خالص ما يبقاش في راسب. صعب الكلام ده؟ ده كده بالنسبة للكلورايد. يبقى الكلورايد تجربة أساسية. تجربة بالتجربة الأساسية يتصاعد غاز كلوريد الهيدروجين عديم اللون الذي يكون سحب بيضاء مع ساق مبللة بمحلول النشادر المركز. التجربة التأكيدية بإضافة محلول النيترات الفضة يتكون كلوريد الفضة راسب أبيض. يصير إيه يا حبيب قلبي؟ بنفسجيا عند التعرض للضوء. مش بس كده، ده راسب بيذوب بشدة في محلول. وخد بالك ان مفيش كلمه من الكلام اللي مكتوب على السبوره ده مش موضع سؤال. كل الكلام ده مواضع سؤال. لون الراسب؟ اه والله كان راسب ابيض. طب حساس للضوء ولا مش حساس للضوء؟ حساس. ايه دليلك انه حساس للضوء؟ يصير بنفسجيا عند تعرض الضوء. طب بيدوب ببطء ولا بيدوب بشده؟ بيدوب بشده في محلول النشادر، يعني بياخد وقت ماله قليل. طب كده يبقى خلصنا الكشف عن انايم مين؟ الكلوريد. هناخد مين ومين كمان؟ بروميد وايه؟ ويوديد. يلا يا باشمهندس خش معايا على رقم 2، الكشف عن اناين البرو. خد بالك بقى والله اناين حلو جدا وجه عليه سؤال في امتحان السنه اللي فاتت. اديني نبهت. السؤال الاول البروميد. رد يا بيه. بروميد يبقى مشتق من حمض ايه؟ اتش بي ار اللي هو اسمه حمض مين برضو؟ ايوه كده حبيبي، علم نفسك انك دايما تقعد تقول كده. حمض ايه؟ هيدرو بروميك. نبدأ بالسؤال الثاني. يبقى علل لما يأتي. معلش أنا هفضل كده ممل شوية، ما يا ريت بيجي بفايدة. هو ليه حمض الكبريتيك بيكشف عن أيون البروميد؟
لأن حمض الكبريتيك أكثر ثباتا من حمض الهيدروبروميك المشتق منه أيون البروميد، والحمض الأكثر يطرد الحمض الأقل على هيئة غاز حامضي له لون مميز أو خواص. أبدأ بسم الله. عايز ملح صلب في مين؟ مش أنا هبدأ بتجربة أساسية؟ يبقى أنا عايز ملح صلب في بروميد، وليكن بروميد أو بروميد بوتاسيوم، مش فارقة معايا. أدي إن إيه بي آر صوليد. أسمعكوا يا جماعة، يضاف إليه قطرات من مين؟ H2SO4 ليكويد. مركز أهو. يلا إحلال مزدوج، مين ياخد مين؟ احسنت يا بابا، لان ايه تاخد الاس او 4، انا معاكي بالراحه اهو، ان اي 2 اس او 4 اكواس. طب كملوا بقى يا حبايب قلبي، والاتش تاخد مين؟ يبقى اتش بي ار غاز، غاز على طول اهو، مش حمض يدي ميه اهو، غاز. كمل، ان اي واحده خرجت كام؟ 2 بي ار خرجت واحدة، اضرب 2 اتش ادي اتش 2. ممكن اسمع اسم الغاز ده، ايه مستر بقى عيب، يبقى هنا هيتصاعد غاز بروميد مين؟ اسمع بقى عشان الغاز ده في شوية شغل كده، بس انا بقى هبشرك بحاجة، لو فهمت دي كويس اللي هيحصل هنا هو اللي هيحصل في اللي بعدها، مع اختلاف حاجة اسمها اللون. تعال نشوف، يبقى اسمع المشاهدة، في المشاهدة هنا هتصاعد غاز مين؟ يلا قول، يتصاعد غاز بروميد الهيدروجين عديم اللون. ايه بقى هو كله عديم اللون؟ هنعمل لك ايه يعني، انا جايبه من عند من بيتنا؟ يبقى يتصاعد غاز بروميد الهيدروجين ماله؟ بس اسمع بقى، دي الذي يتأكسد جزئيا. الذي ايه؟ انا بفهم عربي يا جماعه، يعني الغاز كله وهو خارج بيتأكسد ولا جزء منه؟ يا عم الكلام واضح، الذي يتأكسد جزء منه. بس هنا اسال سؤال، مفيش حد بيتأكسد لوحده، في حد بيأكسده، مين أكسده؟ اسمع بقى، الذي يتأكسد جزئيا بفعل حمض الكبريتيك المركز. يبقى اتش بي ار ده يا جماعه وهو خارج جزء منه هيتأكسد بفعل مين؟ ما هو حمض الكبريتيك اللي انت حاطيه في الانبوبه ده جزء منه اتفعل وجزء لسه، الجزء اللي ما اتفعلش بسرعه بيروح يأكسد جزء منين؟ من اتش بي ار. يبقى اتش بي ار ده الذي يتأكسد جزء منه بفعل حمض كبريتيك. اسمع دي بقى وهوريها لك بالمعادله، فتنفصل ابخره البروم. تنفصل ابخره اسمها يا جماعه؟ ابخره البروم، هتشوفها دلوقتي. ابخره البروم دي يا جماعه بي ار 2، مالها بقى ابخره البروم؟ فتنفصل ابخره البروم برتقاليه حمراء تصفر ورقة مبللة بمحلول النشاء. هنرجع لها تاني، خلينا نمشي كلمة كلمة. عندك مشكلة لحد ما الغاز ده طلع؟ يا فرحة ما تمت. بيقول لك ان اتش بي ار جزء منه بيعرف يخرج، انا قلت اهو، بص انا عمال اشرح ازاي بالتفاصيل اهو، في جزء منه خرج، خلصنا، يلا 60 ده هي مش مشكله. في جزء تاني بقى يا حرام ما لحقش يخرج، مين اللي اكسده؟ تعالى لي بقى، يبقى جزء من اتش بي ار ده اهو كان خارج اهو غاز عديم اللون، بسرعه حمض الكبريتيك ام نفخه اما اكسده. انت عارف بقى حمض الكبريتيك المركز ده منه لله البعيد ماده مالها؟ مؤكسدة قوية، صح؟ تعال بقى اوريك، فصاحبنا ده بسرعة هيروح يأكسد جزء من ده، هشرح لك مرتين هثبت لك ان هو اكسده. طب صح، ده هيعمل ايه في ده؟ يؤكسده جزئيا. يؤكسده ايه؟ يبقى ده هيعمل ايه في ده؟ يختزله جزئيا. يختزله ايه؟ جزئيا ولا كليا؟ انا باكد على الكلمة اهو، اكسده جزئيا، ده بيأكسد ده جزئيا، يبقى ده بيختزل ده. هوريك ده وهو بيأكسد ده، وده وهو بيختزل ده. مش عادل انا وريني يعني فين الاكسده والاختزال. معلش، تحب اشرحها لك باسلوب طالب في ثالثه اعدادي ولا طالب في ثالثه ثانوي؟ هشرحها لك بالاثنين، مش خساره. لو انا هشرحها لطالب في ثالثه اعدادي، مش دول اتش بي ار واتش بي ار؟ هيتاخد منه الاتش، لان طالب ثالثه اعدادي بيعرف الاكسده على انها فقدان الهيدروجين. اي ماده تفقد الهيدروجين يحصل لها اكسده،
فبدل ما احنا كنا 2 اتش بي ار يعني يا حرام الاتش بي ار دي ما هو انا هشرح بالراحه طالب بقى ده 5 ابتدائي بقى خلاص يا حرام يا ابني انت اتاخد منك الاتش بتاعتك حصل لك اكسده وانت اتاخد منك الاتش بتاعتك حصل لك اكسده يا عيني ونخرج احنا الاثنين مع بعض حلوه 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 يعني ادي بي ار 2 فيبر لو انا بشرح لطالب ثانويه عامه لا اشرح لطالب ثانويه عامه اتش موجب بي ار سالب صح ولا غلط يبقى البي ار هنا كان بكام سالب 1 خرج بره بكام صفر لانه عنصر كان سالب 1 بقى صفر يبقى حصل له عمليه اكسده يبقى فعلا يتأكسد جزء من اتش بي ار بفعل حمض الكبريتيك مركز فتنفصل ابخره البروم ابخره ايه سنان يا بابا مش ده اكسد ده يبقى ده هيعمل ايه في ده الحمض ده هيختزل لحاجتين تعالى اوريلك وهو بيختزل ميه وثاني اكسيد كبريت الميه مش دول 2 اتش ودول 2 اتش يلا يا ابني عشان خارجين يبقى 2 اتش 2 اللي هم الاربعه اتش هيسحبوا ايه معاهم وهم خارجين كده احنا اخذنا كام او 2 او من الاس او 4 دي اس او 4 شيل منها 2 او الله 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 مين الغاز ده يا جماعه الواحد بينسى ثاني اكسيد الكبريت عديم اللون ذو رائحه نفاذه الذي يخضر ورقه مبلله بمحلول ثاني كرومات بوتاسيوم محمضه بحمض كبريتيك مركز حصل اصل اتاخد قبل كده مش عيد تاني انا صفه الغاز ده معروفه صح يبقى كده زي ما المستر قال يتصاعد غاز بروميد ايه ده بقى ليه لون ولا عديم اللون عديم اللون شوف انا عمال انبه ده مالوش لون لسه الذي يتاكسد جزء منه بفعل مين طب لما يتاكسد جزء منه تنفصل ابخره اسمها ابخره هذه الابخره ابخره برتقاليه مالها حمراء ده مش بس كده ده البخار ده وهو خارج هنعرضه لورقه مبلله بمحلول النشا ما تمنتجهاش برضه لان في الاخر برضه هيطلع تقول لك النشادر انا قلت نشادر انا قلت النشا نشا بتاع الكاستر وبتاع المهلبيه اللي بيتحط بيكلكع ده عارفه عارفه النشا كوكس نشا نشا مش نشادر وهتقول لك هو ايه ده في فرق بين النشا والنشادر حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل النشادر ده غاز ان اتش 3 لكن النشا ده ماده بتنتمي لحاجه اسمها الكربوهيدرات مركب عضوي مركب عضوي يا بابا مركب عضوي شبه الدقيق كده بيتحط في الميه اسمه محلول النشا اجيب لك عمر خيرت يعملها لك اوركسترا اجيبه لك نشا لكن هنا نشا هناك فارق هناك ايه هناك فارق ارجع يا اختي كيجي في فتحه مش فا خيبه يبقى هنا يتصاعد غاز اتش بي ار عديم اللون الذي يتاكسد جزء منه بفعل حمض كبريتيك مركز فتنفصل ابخره البروم ما لها بقى ابخره البروم برتقاليه حمراء برتقاليه ايه تصفر ورقة مبللة بمحلول نشا لو لقيت واحدة بتقول نشا كده عادي ما بتقولش زي تاخد صفر التفاصيل يا بيه فين الأكسدة والاختزال عيب عيب يا مستر عيب أنا مركز معاك البي ار كان سالب واحد بقى صفر حصل له عملية واللي يحسب الكبريتة دي الكبريتة دي يا خراشي بتاعت الحمض دي كانت بموجب 6 يا نهار يا نهار يطلع موجب 4 المهم قعدنا ناكد عليهم السنه اللي فاتت نقول له يلا يبقى التفاعل ده بيخرج كام غاز نقول له ان هم 3 وجات له في الامتحان برضه قال لك اصل ما اتقالتش معلش اصل احنا ما بنشرحش هي دي الجمله المعتاده علق شماعتك على اي مدرس ويبقى الخيبه عليه ولذلك انا مش هرحمك مش هرحمك لان انت في اخر السنه ما بترحمش حد ما بتعترفش بالفضل لمدرسينك ولذلك انا هوريك اوعى مش هتعدي بره هتشتغل فوق راسي هنا بيخرج كام غاز؟ 3 اوريهم لك تاني مش في جزء من اتش بي ار خرج؟ ادي واحد والجزء اللي اتاكسد خرج حاجتين خرج ابخره البروم
وخرج ثاني اكسيد الكبريت. اوبا كده يبقى في كام حاجه خارجه من الانبوبه؟ يبقى عند اضافه حمض الكبريتيك المركز لاملاح البروميد في ثلاث غازات بيخرجوا، مش غازين، ثلاثه. واحد اتش بي ار عديم اللون في جزء منه خرج، والجزء اللي اتاكسد منه خرج حاجتين، خرج ابخره البروم برتقاليه حمراء، وخرج غاز ثاني اكسيد الكبريت. ده مش بس كده، ده ممكن يسالك في التفاصيل، الثلاث غازات اللي بيخرجوا في التجربه دي كم واحد منهم عديم اللون وكم واحد ملون؟ اثنين عديم اللون، واحد اثنين، وواحد بس اللي ملون ابخره البروم. استنى، الثلاثه اللي خرجوا دول كم واحد فيهم يقبل الاكسده؟ اثنين. اتش بي ار يقبل الاكسده، حصل له اكسده اهو، وثاني اكسيد الكبريت احنا واخدين يقبل الاكسده، يتحول من ثاني اكسيد الكبريت لثالث اكسيد الكبريت، حتى كان بيختزل الثاني كرومات اللي مذاكر. يبقى فيهم غازين قابلين للاكسده. شوف التفاصيل بتاعت السؤال، اسمعها تفاصيل السؤال. ويبقى ملخص التجربه، يتصاعد غاز اتش بي ار عديم اللون الذي يتاكسد جزئيا بفعل حمض الكبريتيك مركز، فتنفصل ابخره البروم برتقاليه حمراء، تصفر ورقه مبلله بمحلول النشا. ها معايا بابا؟ يلا بابا كمان مره. تاكيد ايه؟ اه برافو. محلول ايه؟ ابشر 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 ابشر. ابشرت؟ ابشرت. محلول الملح زائد محلول نيترات الفضه زائد محلول مين؟ اوبا اوبا. بقينا كام يا هلا؟ بقينا اربعه يا شباب. تيتيد كلوريد بروميد، تيتيد كلوريد بروميد، ده لحن يا ابني. تيتيد كلوريد بروميد. يلا حبيب قلبي معايا، قول ان اي بي ار ماله؟ اكواس اكواس اكواس. ثم يضاف اليه قطرات من محلول نيترات. والله يا جماعه ربنا يبارك فيكم، انتوا تقولوا وانا اكتب وراكم، قولوا عشان خاطر ان انا مش قادر اقول النهارده. ان ايه ياخد مين؟ عاش. ان ايه ان او 3. قولي كمان يا بطه. اي جي مين يا بطه؟ زائد اي جي بي ار سوليد. احسنتي يا بطه، احسنتي يا بطه. سوليد. الاهم بقى انك تذاكر صفه الرسم، صفه الرسم لازم تتذاكر، اوعي عشان خاطر، اوعي عشان خاطر تنسي. يتكون بروميد الفضه، يبقى مع البروميد في التاكيديه يتكون مين؟ يتكون بروميد الفضه رصب ابيض مسفر. رصب ابيض ايه؟ مسفر. يصير داكنا. يصير ايه؟ داكنا. يصير ايه؟ لا اعرف داكنا. حل فين 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 اللي قالت حل؟ فين اللي قالت حل؟ فين فين؟ بتستخبي؟ يصير داكنا داكنا حل. الحل مش عاجبني والله، والله الحل ما عاجبني. بتقول لك يصير داكنا، يبقى داكنا حال. ده احنا لو معانا هنا مدرس عربي كان جاله شلل الاطفال. شلل الاطفال والله. والله يجيله شلل الاطفال. من حالك اللي لا يسر عدو ولا حبيب. يصير داكنا يبقى داكنا ايه يا بت؟ بتقول لك حال. تقول لك حال. يصير هو داكنا، يصير هو داكنا، هو يصير داكنا. استغفر الله العظيم. حال. يلا يلا مش فارقه. يصير داكنا، يصير داكنا عند التعرض للضوء. طب اعرف عند ظرف. احسنت. مش ممكن مش ممكن. واقعه في الكيمياء واقعه في العربي واقعه في الفيزياء. طب انت فيكي ايه جامد يعني؟ ايه ايه الحاجه الحلوه يعني؟ انا بقى انا ومجموعه المدرسين دول اللي بيشتغلوا معاكي عايزين حاجه كده حلوه تفرحنا. طب سيبك من الكيمياء، طز. انا اقول لك على حاجه، الكيمياء لو وقعت مني انا مع اني مش طز ولا حاجه، بس يلا نعتبر ان في ماده هي بالنسبه لنا المتردية والنطيحة. يلا مش مشكلة، مادة واقعة فيها عيوب. والمدرس بتاعها مدرس كحيان اللي هو أنا. ده كينا الحال. ده كينا الحال. أيوة يا مستر أهو، أنت حالك إيه؟ داكن. صح ده حتى السؤال أهو. مش أنت حالك داكن؟ يصير داكنا عند التعرض للضوء.
يصير ده كنا عند التعرض ليه؟ خلاص يا ابن انا اهدى الواحد يسيبني. انت فاكر ان هي هتسيبني اهدى؟ اديني دقيقتين كمان هتقوم لسعاني واحده في وشي؟ والله العظيم العب من اللي قبلها. يصير ده كنا عند التعرض ليه؟ اديله يذوب ببطء. يذوب ايه؟ في محلول النشادر المركز. تعالى نراجع مع بعض صفات الراسب. صفات الراسب دي لا تحس ان فيها حاجات من اللي فات. اللي فات كان ابيض ده ابيض. اللي فات كان يصير بنفسجيا ده يصير بس ده كمان حساس للضوء. بيحصل فيه نفس الحركه. الاي جي بيرجع له الالكترون والبي ار بيديله الالكترون. بي ار سالب بيفقد وبي اي جي موجب بيكتسب. يذوب ايه بقى؟ هما التاني كان بيدوب بايه؟ يجي ابن اللذينه يجي ابن اللذينه ويقوم جايب لك رسم بياني ويقول لك هنا الزمن وهنا كتله الراسب ويقول لك ان على الرسمه دي في راسبين راسب كلوريت فضه وراسب بروميد فضه حطينا على الاثنين محلول نشادر مركز مين الراسب ده ومين الراسب ده؟ ده مين؟ ده الكلوريد لانه بيدوب بشده يعني بسرعه فبياخد زمن اقل بينما ده راسب مين؟ اتفهمت اللعبه؟ ما هو بص يسيب التفاصيل دي ويجيب رسم بياني ما تجيب رسم بياني ما انا فاهم الكلوريد بيدوب بسرعه يعني في زمن قليل بينما البروميد بيدوب ببطء يعني في زمن كبير مش محتاجه يعني ابداع صعب الكلام؟ وكده يبقى خلصت الانايون رقم 2 الا وهو انايون البرو خش معايا يا حبيب قلبي على رقم 3 انايون مين؟ اسمع انايون اليوديد المشتق من حمض يلا بقى يلا بقى من حمض الهيدرو ايه قول يلا يبقى هنا ادي حمض هيدرو يدك حمض هيدرو ايه اسمع هو ليه حمض الكبريتيك بيكشف عن انايون اليوديد ايه لان حمض الكبريتيك المركز اكثر ثباتا من حمض الهيدرو يدك الذي يشتق منه ايون اليوديد وتنص القاعده على ان الحمض الاكثر ثباتا يطرد الحمض الاقل ثباتا على هيئه غاز حامضي له لون مميز او خواص التجربه الاساسيه الملح الصلب زائد حمض ها ها قول يلا H2SO4 مركز طب لو مخفف ما يحصلش تفاعل صلش. لان المركز يعمل عمل وليس العكس كنا بتحط المركز وهو اللي بيتفاعل يبقى المخفف ما يعرفش يعملها يلا يا حاجه عايزين ملح صلب فيه يوديد قالت لي يا ابني زي يوديد الصوديوم او يوديد البوتاسيوم براحتك مش فارق سوليد ثم قطرات من حمض يلا بقى ساعدوني بقى H2SO4 ماله ليكويد ولا كانها شايفين حاجه K2SO4 ها ها اكواس والاتش هتاخد مين؟ غاز غاز تعالى نوزن ونتكلم كي واحدة خرجت كام؟ 2 اضرب 2 اي خرجت واحدة اضرب اتش 2 خرجت 2 اتش اس او 4 خرجت اس او 4 يلا المشاهدة يتصاعد غاز اسمع اسمه يتصاعد غاز يوديد الهيدروجين عديم اللون عديم يا شباب الذي ايه الذي ما انا قلت بقى يا جماعه نفس اللي حصل في اللي فاتت الذي يتاكسد ها جزئيا بفعل مين يا حبايبي الذي يتاكسد جزئيا بفعل 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 حمض الكبريتيك ايه برافو الان بفعل حمض الكبريتيك المركز كمل فتنفصل ابخره مين برافو فتنفصل ابخره اليود ما هو مع اتش بي ار خليكم اذكياء بقى مش اتش بي ار اللي هو بروميد هيدروجين كان بيطلع ابخره بروم يبقى اتش اي هيطلع ابخره ايه؟ يود فتنفصل ابخره اليود ابخره مين؟ بنفسجيه يبقى ابخره اليود مالها؟ تزرق ورقه مبلله بمحلول النشا يقول لك رجعت نسيتها
الا تبا لك. يبقى في حاجتين بيأثروا على محلول النشا، ابخرة البروم ده، حتى بص الالوان قريبه من بعض، برتقاليه تعمل ايه في الورقه؟ برتقالي يصفر، حتى الاصفر من درجات البرتقال، برتقاليه تصفر. اما الثانيه ايه؟ طب تعرف تكتب المعادله بتاعت الاكسده؟ بص بقى العيل الرايق قال لا اعرف اكتب. استنى بس يا مستر عشان انا بتلخبط. واحد يقول لي يا مستر المره الثانيه هل يجوز ان انا اغش من نفسي؟ يجوز يجوز. انا بغش منين؟ من نفسي. يدي اي 2 اصلا انا ما تعبتش فيها المره الاولى عشان اتعب فيها تاني. يبقى هنا كان طالع عندك غاز اتش اي عديم اللون الذي يتاكسد جزئيا بفعل حمض الكبريتيك المركز فتنفصل ابخره اليود بنفسجيه تزرق ورقه مبلله بمحلول النشا. بمحلول الايه؟ النشا. بس هنا يا جماعه هنرد على السؤال ده من صديق البرنامج، معلش ممكن السؤال ده يجي في دماغك يقول لي معلش يا مستر هو مش اليود بني؟ بقول اليود ايه يا جماعه؟ قلت له لا محلول اليود بني، محلول اليود ايه؟ بني. لكن اخرت اليود خد بالك من الحركه دي، اليود ده ملاوع، اليود ده ايه؟ لو دايت في الميه والله بهرج ده بجد، محلول اليود لونه بني شفناه في التجربه بتاع السيكا بريتات. وهنعيد المجموعه دي، المجموعه دي اللي اتلغى لها؟ عيد لها. محلول السيكا بريتات. طب مش بس كده، يبقى هنا محلول اليود بني لكن ابخره اليود بنفسجي. اوعى يا حد يقول لك محلول اليود لونه حاجه كده، محلول اليود بني لكن ابخره اليود بنفسجيه تزرق ورقه مبلله بمحلول مين؟ النشا. بس هنا بقى في ملاحظه اقف اعلمها لك. اللي مركزه في الثلاث انيونات لان دول اصلا يتذاكروا مع بعض. بص اللي قاعده مركزه قالت لي اقول لك على حاجه يا مستر، قلت لها قولي. قالت لي مع الكلوريد طلع كلوريد هيدروجين، طلع صح. قالت لي مع البروميد بروميد هيدروجين، طلع صح. قالت لي مع اليوديد يوديد ايه؟ قالت لي مش واخد بالك من حاجه؟ قلت لها لا مش واخد بالي. قالت لي ده يتاكسد بفعل حمض الكبريتيك جزئيا صح؟ وده يتاكسد بفعل حمض. قالت لي مستر هو اتش سي ال ليه ما اتاكسدش بفعل حمض الكبريتيك؟ ايه يا جماعه مش واخدين بالكم؟ هل انا قلت الاول يتاكسد بفعل حمض الكبريتيك؟ خدي بالك بقى انا عايز اعرف السبب العلمي، فعلا اتش سي ال لا يتاكسد بفعل حمض الكبريتيك المركز، مع ان اتش بي ار اتاكسد واتش اي اتاكسد وهي المعادلات قدامكم صح؟ اما الهانم اللي مذاكره بقى من ثانيه ثانوي ليه اتش سي ال ما يتاكسدش؟ لان سي ال سالب نص قطره اصغر، واللي نص قطره اصغر يصعب فقد الالكترونات، وبالتالي انهي غاز من الثلاثه لا يتاكسد بفعل حمض الكبريتيك؟ ولو سالك ليه قول له لصغر نصف ايون الكلورايد فانه يصعب تاكسده. ان حبيب قلبي اللي كان بيذاكر في ثانيه ثانوي اوعى تكون فاكر ان المذاكره دي يا جماعه ما فادتهوش، ولو ما فادتهوش يبقى هنا يا جماعه يا ريته مذاكر. ادي كلوريد، ادي بروميد، ادي مين؟ ادي يوديد. دول بيتاكسدوا بسهوله بفعل حمض الكبريتيك صح؟ لكن مين اللي ما تاكسدش؟ يبقى هنا لو قال لك اي الغازات، بص على التفاصيل، اي الغازات التاليه لا يتاكسد بفعل حمض الكبريتيك المركز يبقى غاز كلوريد الهيدروجين، غاز مين؟ اما اتش بي ار واتش اي فانت كاتب بالمعادلات اهو، فكلاهما يتاكسد بفعل حمض الكبريتيك المركز. اتش بي ار يطلع ابخره البروم برتقاليه حمراء تصفر ورقه مبلله بمحلول النشا، بينما محلول اتش اي يطلع ابخره اليود بنفسجيه تزرق ورقه مبلله بمحلول النشا. لكن اللي ما يتاكسدش مين؟ اتش سي ال. خش على التجربه التاء، محلول الملح. ابشر ابشر ابشر، زائد محلول نيترات الفضه، كده بقينا كام؟ الله يبارك لك. ممكن تقولي لي خمسه بسرعه؟ تيتيد كلوريد بروميد يوديد، تيتيد كلوريد بروميد يوديد، على طول اديله في وشه. تعالى يبقى كي اي ايكوال صح؟ قول يلا ها؟ زائد ها؟ اي جي ان او 3 اكواس، اسمع مين ياخد مين؟ الكي تاخد الان او 3 يبقى كي ان او 3 اكواس، والاي جي هتاخد اي جي اي ماله؟ اسمع بقى صفات الراسب ده يا جماعه، يتكون ها
يديد الفضة. يديد ايه؟ راسب ماله بقى؟ راسب اصفر. راسب ايه؟ اصفر. اسمع دي بقى، لا يذوب في محلول النشادر المركز. لا يذوب في تعال بقى تيجي نحطه على الرسمة هنا. كتلة الراسب هنا ثابتة. يبقى انت عندك ثلاث رواسب، الكلوريد راسب ابيض يذوب بشدة في محلول النشادر المركز، البروميد راسب ابيض مصفر يذوب ببطء في محلول النشادر المركز، اليوديد. ولذلك بقى يا جماعه بصوا، انا ببقى مستغرب اللي بيقعد يضيع وقت طويل في المذاكره. والله العظيم شوف احنا بقى لنا قد ايه بنقول كل الكلام ده، كلوريد بروميد يوديد. عارف انا لو بتكلم مع طالب بيذاكر بما يرضي الله، كلوريد بروميد يوديد لو اخذوا منه في المذاكره اكتر من دقيقه يبقى الطالب ده طالب مايع، قسما بالله العظيم مايع. لو اكتر من دقيقه وهو بيراجعهم وهو بيحضرهم مايع. هو ماشي في الاول ممكن يبذل مجهود زي كده، لكن بعد كده بص اسمع الثلاثه انا هشرح. ثلاثه اساسيه ثلاثه تاكيديه. ثلاثه ايه؟ ثلاثه. الثلاثه الاساسيه ملح صلب زائد حمض كبريتيك مركز، صح؟ مع الكلوريد كلوريد هيدروجين، مع البروميد بروميد هيدروجين، مع اليوديد الاولاني كلوريد هيدروجين عديم اللون يكون سحب بيضاء مع ساق مبلله بمحلول النشادر، لكن الاثنين التانيين كلاهما يتأكسد فيطلع أبخرة برتقالية تصفر ورقة النشا، أبخرة بنفسجية تزرق ورقة النشا، صح كده؟ بص بقى التجربة التأكيدية، التجربة التأكيدية، بص بقى الروقان. التلاتة دوبهم في المية ثم بإضافة محلول نيترات يتكون رصب أبيض مصفر أصفر يذوب بشدة ببطء لا يذوب في محلول النشاد. خدت وقت أنت. يتكون رصب أبيض مصفر اصفر، رصب ابيض مصفر اصفر يذوب بشده ببطء لا يذوب في محلول النشادر، ويبقى زي ما انا قلت يلاحظ ان في هذه الرواسب تدرج في الالوان وتدرج في الذوبان. تدرج في الالوان، انت بادي ابيض بعد كده اصفريت شويه بعد كده بقيت اصفر، وانت فاكر ان الابيض لو قلب ابيض مصفر هيرجع ابيض تاني. طالما اصفريت، مش قلت لك ادام اصفريت هتزداد اصفرارا بمرور الوقت معايا؟ فانت بادئ ايه؟ ابيض، بعدها بقيت ايه؟ انا بتكلم عن الرسم، بقيت ايه؟ مصفر، واخد بالك؟ طب بعد ما بقيت مصفر انت متوقع ان الخطوه اللي بعدها تبقى ايه؟ بدل ما كنت ابيض مصفر اللي هو شويه فيك خير وشويه فيك شر، لا بقيت ايه بقى؟ اصفر صفر. الاولاني كان بيدوب بشده في محلول النشاد، ابيض 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 بيدوب، لكن الابيض المصفر بيدوب بس بايه؟ ببطء. اما الاخير بقول لك اصفر. مش قصدي حاجه. يبقى هنا ملخص التجارب التاكيديه، باضافه محلول نيترات الفضه يتكون رصب ابيض مصفر اصفر يذوب بشده ببطء لا يذوب في محلول النشاد. انت ليه بتضيع وقت؟ فهمت هتقولها ازاي؟ يتكون رصب ايه؟ ابيض مصفر اصفر يذوب بشده ببطء لا يذوب في محلول النشاد. اوعى تنسى. فاهم دي؟ وبكده خلصنا الثلاثه دول. في امتحان الاسبوع ده؟ اعطاها نظرة. تقول لك امتحان ايه؟ امتحان ايه؟ انا هفكرك حبيبتي. انا هفكرك. اصبر بس. احنا الناس بتوعنا بتوع الذكاء الاصطناعي، اصبر قريبا ان شاء الله. قريبا ان شاء الله هنحاول نعمل حاجة كده. هنحاول نعمل حاجة بس ربنا يكرمنا عشان تفكرك بالمذاكرة. تخليك تشوفني في الحلم. تنام تحلم بيا كده بس. أنا عايزك بص مش هبقى معاك بقى في الواقع والواقع الافتراضي ده، أنا حتى وأنت لما تغمض عينيك تشوفني. أنا هخليك تنام تحلم بيا. طبعًا عارف إنك لما بتحلم بيا بتحلم أحلام حلوة. اطلع بره. لكن أنا حلمت بمستر خالد وبقول لي تبًا لك. يلا. أنا هبقى بديل ضميرك الميت. ضميرك الميت؟
ده لازم يصحى، لازم يعمل ايه؟ لازم يصحى. يلا يلا ان اترات سؤال، يلا ان اترات ان اسري صح؟ سؤال ان اترات جاي من حمد النيت ريك، جاي من حمد الايه؟ نيترات. امال النيتريت كان جاي من نيت ايه؟ شطوره يا بطه، شطوره حمد نيتريك او بالراحه أو. عمالين نقول لها يا بطه ويا قطه وفي الاخر حال جدع يا بنت والله. قول قول مين بيكشف عن البتاع ده يا عم؟ خلاص بقى حمد مين؟ حمض الكبريتيك المركز. هو ليه حمض الكبريتيك المركز بيكشف عن املاح النيترات؟ لان حمض الكبريتيك المركز اكثر ثباتا من حمض النيتريك الذي يشتق منه عيون النيترات. وتنص القاعده على ان الحمض الاكثر ثباتا يطرد الحمض الاقل ثباتا على هيئه غاز حامضي له لون مميز او خواص، ويفضل التسخين الهين اثناء الكشف. بس انتبه عزيزي، لان الكشف عن عيون النيترات فيه شويه تفاصيل مهمه. المعادلات سواء التجربة الأساسية أو التأكيدية مليانة تفاصيل، فأنا بنبه لما بتبقى المعادلة فيها تفاصيل بقول لك خد بالك حتة مليانة تفاصيل، لو عايز يحط عليها كم أسئلة بعدد شعر راسك هيحط، والله هيحط. فلازم تفهم كل الأفكار اللي موجودة عشان ما ترجعش تقول المستر ما نبهنيش للحتة دي، أنا نبهتك وأنت حر. بسم الله الرحمن الرحيم، مش الأساسية بالملح الصلب؟ يبقى إحنا هنجيب ملح نيترات وليكن نيترات صوديوم او نيترات. ادي نيترات الصوديوم ثم قطرات من حمض الكبري تيكا المركز صح؟ حاضر حاضر معلش الحال اتغير معلش معلش يا بنتي والله خلاص. ما انا محتاج اريح، انا معترف ان انا محتاج اريح، بس معلش مفيش وقت للراحه. اصبري كده ان شاء الله كلها ثلاث اسابيع وهاخبطك واحد شامل وانا هريح. لا استنى بس، انت فاكر ان انا هريح اعمل ايه؟ انت برضه فاكرني هريح، يعني حتى المره الجايه انا مش همتحنكم. المره اللي فاتت عملت ايه؟ عملت معاه زياده وامتحنتك. لا المره الجايه ان شاء الله انت هتمتحن الشامل، بس انت فاكر ان انا همتحن الشامل عشان انا هريح؟ هتشوف، انت هتكون هنا وانا اكون في الصعيد شغال مع بتوع الصعيد. ما هي الناس دي ليها حق، هي كمان في ناس معانا على المنصه وطالبه ان احنا ننزل نعمل لها مراجعه، فهسافر ادي مراجعه. يعني حتى دي ما فيهاش راحه. طبعا واحد يقول لك ايه، ما هو هيسافر يتفسح. تعالى اتفسح معايا. تعالى اتفسح. اصل حتى دي برضه الناس بتبقى حاقده، يقول لك سافر. ما هو انت بقى خليها سافر دي الطياره تقع بيه ولا العربيه تتقلب بيه. يا اخي يا اخي مش من قلبك، مش من قلبك يا صلاح، مش من قلبك. بص اللي هو ايه، ها يا بص يا ابني. يبقى دي ملح نيترات ثم قطرات من حمض كبريتيك ملح. يلا بسم الله، يلا بسم الله. ال ان اي تاخد الاس او 4 يدينا بره ان اي 2. احسنت يا بط. اكوس. والاتش هتاخد ال ان او 3 اتش ان او 3. تعالوا نوزن المعادله ونتكلم، نوزن المعادله ونتكلم. يلا ان اي واحده خرجت 2 اضرب 2 ان او 3 خرجت 1 اضرب اتش 2 خرجت 2 اتش. اب تعرف تقول لي ده اسمه ايه؟ حمض نيت، حمض نيترات الهيدروجين. انا لله وانا اليه راجعون، انا لله وانا اليه الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. ودي مصيبه اللي احنا شفناها ده ايه يا جماعه؟ دي مصيبة. واحنا قلنا ان ربنا لو ابتلاك بأي مصيبة والله بكل انواع المصائب، تذكر فعلا المقولة دي هتهديك كتير. انا لما بتحل بيها مصيبة زي المصيبة اللي انا سمعتها دي، الحمد لله. اسمه يا جماعة نيترات الهيدروجين. مين يا بنت اللي قال لك الاسم الجامد ده؟ ايه الاسم الجامد ده؟ اسم جميل قوي يا جماعة. يا بنتي كلمة الهيدروجين دي ماشي بتتقال لما يبقى كلوريد، بروميد، يوديد، كبريتيد اللي هو عمان ما فيهوش اكسجين، فتقولي كبريتيد الهيدروجين، كلوريد الهيدروجين، يوديد الهيدروجين. فانت بقى قلتي يعني ينفع كده ما احطش التاتش بتاعي وحلاقي ده حتى يبقى حرام. حمض نيت ايه يا جماعه؟ انت شفت حاجه زي كده المحاضره اللي فاتت؟ هو ليه الكتاب ما فكهوش؟ هيبوظ وزن المعادله بس مش اكتر من كده. تعالى بقى
يبقى هنا سرعان ما يتكون حمض النيتريك. اسمع، حمض النيتريك الذي سرعان ما، اسمعي بقى عشان انحلاله مهم قوي واللي بعد كده مهم كمان قوي. مش انتم متعودين على ميه وغاز؟ مش اي غاز، غاز اقل باكسجين. الميه H2O والغاز يبقى ايه؟ NO ولا NO2؟ عرفتوا منين ان NO2؟ مش قلنا الغاز اقل من الشق الحمضي باكسجين؟ حلو، وان O2. بس خدوا المفاجاه بقى يا جماعه، حمض النيتريك لما بينحل فعلا بيدي ميه وثاني اكسيد نيتروجين بني محمر واكسجين. يبقى الراجل الطيب ده بيدي كام حاجه يا جماعه؟ مين ومين ومين؟ ميه وثاني اكسيد نيتروجين وايه؟ يبقى اولا معلومه، هل ثاني اكسيد النيتروجين اللي بيخرج هنا نقي ولا مختلط بغاز اخر؟ يبقى هنا ينحل حمض النيتريك معطيا غازين، ثاني اكسيد نيتروجين واكسجين. تعالي نوزن المعادله وبعد كده نتكلم. يلا بتوع الرياضه، اتش واحده خرجت، اضرب الاتش اتظبط ما تبوظهاش تاني، كام ان خرجت، اضرب اخر حاجه الاو بقى يا حبايبي، كام او؟ واحد واربعه خمسه واتنين سبعه. يا اغير هنا هنا، لان نص في اتنين بواحد بقت واحد، واربعه خمسه، ونص الاوتو بواحد يبقى سته. بس انا مش عاجبني النص. عادي يا مستر ما تضايقش نفسك، اتنين في اتنين اتنين في واحد، اتنين في اتنين واتنين في نص، بس كده. يبقى بالله عليك يا اخي اوعى تنسى، حمض النيتريك لما بينحل بيدي كام حاجه؟ ثلاث حاجات، ميه وثاني اكسيد النيتروجين بني محمر، بس ما بيكونش نقي، بيكون مختلط بغاز مين؟ استنتاج مهم من ثانيه ثانوي ومن ثالثه ثانوي. اذا حمض النيتريك المركز عامل مؤكسد قوي. عامل ايه؟ جماعه اللي مش فاكر من ثانيه ثانوي، ما الذي يثبت، ده سؤال الازهر اهو، اثبت بالمعادلات ان حمض النيتريك المركز عامل مؤكسد قوي. اسمعي يا بابا لو ما تعرفيش، اي ماده تنحل معطيها غاز الاكسجين تبقى الماده دي ماده مؤكسدة. انا مركب بنحل، خد يا ابني اكسجين، خد يا ابني اكسجين، خد يا بابا اكسجين، يبقى انا ماده مالها؟ مؤكسدة. يبقى اللي بيثبت ان حمض النيتريك عامل مؤكسد انه ينحل بالحراره معطيا غاز مين؟ وهنا ترد عليا واحده متالقه، ترد عليا واحده ايه؟ تقول لي على فكره انا عارفه من الباب الاول ان حمض النيتريك المركز عامل مؤكسد قوي. قلت لها من الباب الاول وساكته يا بنتي؟ قالت لي اه. قلت لها قولي كده. قالت لي مش لما كان بيتحط على الحديد كان بيؤكسد الحديد فيكون طبقة من الأكسيد غير مسامية تمنع استمرار التفاعل فيما يعرف باسم ظاهرة، ولا ما خدناهاش دي في الباب الأول؟ بجد والله؟ يعني أنا بشرح يا جماعة، بقول كلام كويس صح؟ بس اللي أنا أعرفه إن أنا ما بشرحش. يبقى هنا يا جماعة حمض النيتريك أثبت لك مرتين إنه عامل مؤكسد. لو كتبت المعادلة دي هيتضح من المعادلة إنه عامل مؤكسد لأنه ينحل معطيا غاز الاكسجين. ده مش بس كده يا محترمه، ده انت واخده في الباب الاول ان لما بيتحط على بعض الفلزات زي الكروم والالومنيوم والحديد بيكون طبقه اكسيد غير تمنع استمرار هذه الطبقه. يمكن ازالتها بطريقتين، فيزيائيا بالاحتكاك وكيميائيا باضافه حمض. يبقى ملخص التجربه يا جماعه، ماذا يحدث عند اضافه حمض الكبريتيك لاملاح النيترات؟ يتصاعد غاز ثاني اكسيد النيتروجين، ها لونه ايه يا جماعه؟ بني محمر. بني ايه؟ واخدين بالكم من حاجه؟ اللي مذاكر النيتريت، امال في النيتريت كان بيطلع ايه؟ كان بيطلع الاول انه عديم اللون الذي يتحول ليه عند الفواه. هل هنا بقى بيطلع عديم اللون يتحول لبني محمر ولا بني محمر على طول؟ هناك يعني كان انه او يتحول لانه او 2، اما هنا هو طالع ايه على طول؟ يبقى هنا يتصاعد غاز ثاني اكسيد النيتروجين بني ايه؟ اسمعي بقى الحته دي عشان عليها سؤال علل مهم قوي، وتزداد حدة الأبخرة البنية الحمراء بإضافة خرطة النحاس. احنا لحد دلوقتي يا جماعة ما حطيناش خرطة نحاس، هو لحد دلوقتي عمال يخرج ايه يا جماعة؟ NO2، NO2 ده بني ايه؟ بيقول لك بقى انك لو رميتي قطعة نحاس جوه الأنبوبة الأبخرة البنية الحمراء ايه اللي بيحصل لها؟ هتزيد، وهشرح ليه، بس قبل ما اشرح هي ليه هتزيد؟ انتوا واخدين بالكم ان المعادلة دي فيها أكسدة واختزال؟ معلش بس يا جماعه انا كل شويه عمال اشرح الاكسده والاختزال مهم قوي. حبيبه قلبي اللي هتمسك الان اللي هنا ده وتحسب، ما احنا نخلي عندنا ضمير كده يا جماعه، هتلاقي الان هنا بموجب خمسه. خرج بره في ان او 2، مش الاول واحده بسالب 2؟ سالب 2 في 2 سالب 4، يبقى الان بقت بموجب، يبقى الان حصل له اختزال من موجب 5 لموجب 4. واحده تقول لي فين الاكسده؟
بابا هو مش الاو طول ما هي في مركب بسالب 2 والاو اللي بره ده خرج بصفر، الاو كان سالب 2 خرج بصفر، حصل له عمليه اكسده. يبقى هنا في التفاعل ده حصل اكسده واكتزال. اكسده لايون الاكسيد ده اسمه اكسيد، اللي هو الاو سالب 2 يعني الاكسجين سالب 2 يتحول لاو 2 بصفر، والان موجب 5 تحول لان موجب 4. بس اسمعي بقى الحته الجايه دي عشان مهم. سؤال قبل ما نرمي خرطه النحاس، انا كلامي واضح، احنا لسه ما حطيناش خرطه النحاس، فيها قرب بنيه حمراء ولا لا؟ ولو انت سالتني هجاوب بهدوء اهو، لان الحمض عمال ينحل يدي ان او 2. الحمض عمال ينحل، حمض مين؟ نيتريك. يبقى حمض النيتريك في اللحظه دي لسه ما حطيناش خرطه النحاس اهو، عمال ينحل معطيا ثاني اكسيد ايه؟ النيتروجين. الباشا وهو بينحل قمت انا رامي قطعه من خرطه. ثواني بقى، التفاعل ده شغال زي ما هو، التفاعل ده ماله؟ انا عمال انبه اهو من قبل ما اشرح، التفاعل ده ماله؟ يعني حمض النيتريك عمال ينحل، بس ايه اللي حصل لما رميته خرطه النحاس؟ بدات خرطه النحاس هي كمان تتفاعل مع حمض النيتريك. يبقى خرطه النحاس بدات تتفاعل مع حمض ايه؟ يعني من قبل ما اكمل كده يا جماعه، كده بقى جوه الانبوبه تفاعل واحد ولا تفاعلين؟ ده عمال ينحل يدي ان او 2، والتفاعل ده كمان لما هيحصل وهتشوف دلوقتي هيطلع مين؟ ان او 2. اتفرجي بقى ايه اللي هيحصل وهشرحها لكم بالتفصيل. لسه بقول للهانم، ده الهانم اللي مركزه، لسه بقول لها النحاس هيتفاعل مع حمض النيتريك، فهي قالت لي مستر روح ذاكر يا مستر شكلك وحش قوي، لو انت قلت الكلام ده عيب، كل الناس هتشتمك يا مستر، عيب يا مستر روح ذاكر قبل ما تيجي تقول كلام انت بتقوله غلط. قلت لها ايه بابا في ايه؟ قالت لي النحاس لا يتفاعل مع الاحماض. ليه يا بنتي؟ قالت لي يا مستر ده انت لا مذاكر اعدادي ولا مذاكر كمان باب اول. النحاس ده محدود النشاط، لا يتفاعل مع الاحماض حيث انه لا يحل محل الهيدروجين. قلت لها طب والله العظيم انت عيله بتفهمي، قسما بالله النحاس ما بيتفاعل مع الاحماض. قالت له امال انت بتقول النحاس هيتفاعل مع حمض النيتريك ازاي؟ نسيت اقول لك، اصل حمض النيتريك حضرتك لسه قايله ان هو عامل مؤكسد، عامل مؤكسد. اول ما بيلمس النحاس بيعمل ايه في النحاس؟ برافو. يبقى اللي هيتفاعل مع النحاس اللي هيتفاعل مع الحمض النحاس ولا اكسيد النحاس؟ فين اكسيد النحاس ده؟ انت تاني؟ الحمض اول ما هيلمس النحاس هيعمل ايه؟ هيحول الاكسيد نحاس، اكسيد النحاس الذي يتفاعل مع الحمض معطيا اسمعي بقى نيترات نحاس 2. نيترات ايه؟ لان احنا عارفين من الباب الاول ان النحاس تكافؤ ثنائي، الحاله الاكثر شيوعا واستقرارا. بابا مش ده اكسد ده؟ يبقى ده هيعمل ايه في الحمض؟ ويختزل بقيه الحمض. يا ابني ما انت اكسدتني، هي مش محتاجه ابداع والله في الكيمياء، يبقى انا هعمل ايه؟ هختزلك لميه وثاني اكسيد نيتروجين. تعال نتاكد، هو مش السي يو اخر 2 ان اسري؟ حلو. هنا بقى الاتش هيسحب الاكسجين ويخرج، معانا كام اتش؟ اهم شايفينهم؟ اهو ليكويد. حبايبي الاتش وهو خارج اخد كام او؟ 2 او. تعرف تشيل لي بقى 2 او من ال 2 ان اسري؟ واحد يقول لي مستر هو ايه ال 2 ان اسري؟ يا بنتي مش السي يو اخد 2 ان اسري؟ من الاربعه اللي كانوا هنا يبقى فاضل كام ان اسري؟ 2 يا بابا، هم دول 4 ان اسري، 4 ان اسري، النحاس اخد منهم كام؟ يبقى فاضل كام؟ الهيدروجين وهو خارج اخد او، اخد كام او هي؟ 2 2 او. يا بابا تعرفي تعدي يا بابا اهو والله 2 او اهم. تعرفي تخرجي من هنا 2 او؟ قالت لي اه. ادي ال 2 ان زي ما هي، الاو كانوا كام واحده؟ 6، وانت اخدت منهم 2 يتبقى 4 فتكتب او 2 عشان يبقى 2 في 2 بس. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده غاز مين ده تاني؟ ثاني اكسيد نيتروجين. يبقى النحاس هو كمان لما اتفاعل مع الحمض خرج لك المزيد من غاز ثاني اكسيد النيتروجين. يبقى علل لما ياتي طلبه ازهر المحترمين، تزداد حده الابقره البنيه الحمراء عند اضافه خرطه النحاس الى ناتج، ما هو ده الناتج يا جماعه، تفاعل حمض الكبريتيك مع املاح النيترات. تاني هو حمض كبريتيك مع املاح النيترات كان بيطلع حمض اسمه حمض النيت ريكا، حمض النيت ريكا الذي يتفاعل مع خرطه النحاس معطيا المزيد من مين؟ ثاني اكسيد النيتروجين. يبقى اكتب المعادله واقول حيث تتفاعل خرطه النحاس، تتفاعل ايه يا فندم؟ حيث يتفاعل خرطه النحاس مع حمض النيتريك المركز مكونه المزيد منين يا استاذه؟ مكونه المزيد من ثاني اكسيد النيتروجين بني محمالي. بص بقى الذكاء اللي كل سنه بيحصل، كل سنه والله العظيم مهما نعلم كل سنه يحصل. واحد يقول لك هو ازاي الابقره بتزيد وده كان بيطلع 4 ان او 2 ده بيطلع 2. هنا يا جماعه، هنا يا جماعه برضه لازم تقولي انا لله وانا اليه ايه؟ لان انا عمال اكد من اول ما بدات ان التفاعل ده ما وقفش شغال، فالاربعه كانوا بيخرجوا
ولما انت رميت قطعه النحاس بقى بيزيد عليهم كمان كام واحده؟ فبدل ما كان بيخرج 4 مول من ان او 2 بقى يخرج كام؟ 6. الاربعه اللي بينشأوا من انحلال الحمض والاثنين اللي بينشأوا من تفاعل النحاس مع حمض النيتريك. ويبقى هنا كمان سؤال ثاني، علل ليتفاعل النحاس مع حمض النيتريك المركز او المخفف، ليه النحاس بيعرف يتفاعل مع حمض النيتريك؟ يبقى لان حمض النيتريك يؤكسد النحاس ثم يتفاعل اكسيد النحاس مع الحمض. اتفهمت دي؟ في واحده فاكره ان المعادله دي اخرها كده الكلام اللي اتقال هنا، ما تعرفش ان المعادله دي تفتح ابواب جهنم عليك في الباب الاول. يا مستر ما احنا خلصنا الباب الاول واللي فات مات. لا، اللي فات مات ده عند الناس اللي ما بتذاكرش، اما اللي فات عايش وهيعيش وهيفضل منكد عليك عيشه طول ما انت ما بتذاكروش، وهيفضل اضافه ليك طول ما انت بتذاكره كويس. فين بقى؟ مش احنا اخذنا حاجه اسمها كيف تميز؟ كان في الباب الاول بقول لك كيف تميز بين حمض كبريتيك مركز، انا بكلم الناس اللي مذاكره، وحمض نيتريك مركز، دي اخذناها في الباب الاول. فانا كنت بقول في الباب الاول كنت بميز بحاجه واحده، كنت بقول بضاف قطعه من الحديد بيتفاعل مع الحمض المركز حمض الكبريتيك وهنا يحصل خمول، صح؟ طب ما ينفع كمان يا محترم بقطعه من النحاس، النحاس ما يتفاعلش مع حمض الكبريتيك بس يتفاعل مع حمض النيتريك. استني بس، انت فاكر ان انا خلصت؟ فاكرين لما كان في سبيكه وانا عايز افصلها؟ دي سبيكه حديد ونحاس. في الباب الاول كنت قلت لكم عايزين نفصل النحاس، فقلنا هات حاجه تتفاعل مع مين؟ فكنا بنحط حمض كبريتيك يتفاعل مع الحديد والنحاس ما يتفاعلش، فايه اللي يحصل له؟ طب سؤال بقى، هعكس السؤال. طب انا عايز حاجه تفصل الحديد، يبقى انا عايز حد يتفاعل مع، اجيب مين يتفاعل مع النحاس ما يتفاعلش مع الحديد؟ حمض النيتريك المركز هيتفاعل مع النحاس اهو، لسه واخدين المعادله، والحديد مش هيتفاعل بسبب الخمول فيترسب. شفت التفاصيل اللي زادت من معادله واحده دخلت عليك؟ من ان هو بيسال في الاكسده والاختزال، بيسال ليه زادت حده الابخره البنيه، بيسال في فصل السبائك، بيسال في كيف تميز، كل ده ظهر بسبب ان في معلومه بس جديده وردت عليك في المنهج. ولذلك وانت بتذاكر مفيش حاجه اسمها عينيك مش على كل اللي فات، عينيك على كل اللي فات ودماغك حاضره، عشان لما يجي في اخر السنه يجيب سؤال بيربط بين بابين او ثلاث ابواب، ما نقعدش يا جماعه زي الناس اللي قبلنا ونقول اصل الامتحانات صعبه واحنا مش عارفين نحل، واقعد اقول لك تاني اي سائلي عن اناس مضوا اما لك فيما مضى معتبر، اعتبر باللي قبلك بدل ما هتكون انت اللي عبره. هي القاعده كده، الناس حاجه من اتنين، يا تعتبر بمن سبقها يا اما هي اللي هتكون العبره للي بعدها. هو دول الناس، هم دول النوعين، يا اما بياخد عبره من اللي قبله يا اما ما بياخدش، بس لو ما خدش العبره بيبقى هو العبره. بس انا قلت لك وانت حر كده. خلصنا التجربه دي يا جماعه الاساسيه. اسمع بقى التجربه دي يا جماعه، اسمع عشان دي مهمه قوي. التجربه التاكيديه في الكشف عن النيترات ليها اسم مميز اسمها تجربه الحلقه البنيه، تجربه الحلقه دي يا جماعه. وهنا بقى يا جماعه انبه التنبيه بقى للمره الثانيه، اسمع يا بابا كويس عشان ما تقولش مثلا ما اكدش، مليانه تفاصيل، مش دعوه النيترات ده مليان تفاصيل بالنسبه لي، فما جيش على حته مهمه. احنا هناخد فيه كده بقى لنا تقريبا داخلين في نص ساعه فيه هو لوحده، هناخد نص ساعه هم نخلصه هو، مفيش مشكله وهو يتذاكر اول مره في الوقت ده، بس اهم حاجه التفاصيل كلها اللي اتقالت تتذاكر. يلا يا فندم، التجربه اسمها ايه؟ اسمع بتتعمل ازاي. زي ما احنا عارفين محلول ايه، انا اي كلمه يا جماعه تستحق ان انا اقف عليها هقف عليها، محلول ايه؟ كتاب المدرسه بيقول زائد محلول كبريتات حديد اتنين حديثة التحضير. يبقى هنجيب محلول الملح ونحط له محلول كبريتات حديد ايه؟ اتنين حديثة، استنى، ثم قطرات من حمض كبريتيك مركز. شوفوا دقة الوصف في الكلام. لا استني بس عشان ما تقولكش المستر ما قاليش، بص برفق على جدار الأنبوبة. اشرح الاول العملي قبل ما اشرح المعادله كلمه كلمه ايه اللي بيحصل فيها. بابا بص لي هنا، واحد احنا بنجيب انبوبه الاختبار نحط جواها ايه؟ يبقى انا هجيب محلول ملح نيترات، يعني اجيب نيترات صوديوم ادوبه في الميه، حلو كده؟ كده بقى معايا محلول ملح نيترات، ثم يضاف اليه رقم اثنين كبريتات حديد اثنين حديثه. حبايبي بتوع ازهر وبتوع عام يقول لك عللي، هو ليه في التجربه دي لابد من استخدام كبريتات حديد اثنين ايه؟
يعني المحلول يتحضر دلوقتي قبل ما تعمل التجربة. فردت الهانم اللي مذاكرة الباب الأول وقالت لأنه إذا ترك في الهواء، لأنه برافو عليك يا بنتي، ربنا يحفظك ويبارك في عمرك، لأنه سرعان ما يتأكسد متحولا لكبريتات حديد كام. وحضرتك لو ده حصل قبل ما تعمل التجربة اعرف ان تجربتك فاشلة ومش هتطلع حلقة بنية. ولذلك لما يقول لي علل هو ليه لازم كبريتات حديد اتنين في الحلقة البنية تبقى حديث التحضير، اقول له لانها اذا تركت في الهواء فانها سرعان ما يتأكسد متحولة لكبريتات حديد. الكلام ده خدناه في الباب الاول ولا لا؟ قسما بالله اخدناه، ان اي ملح حديد اتنين اذا ترك في الهواء فانه سرعان ما متحولا لملح حديد كام. فاتقوا الله وخلي بالك. طب كده بقى عندي جوه الانبوبه محلولين صح، مين ومين؟ محلول ملح نيترات اتضاف عليه كبريتات حديد اتنين حديثك. اتفرجي بقى لما بيجوا يحطوا حمض الكبريتيك بيحطوه ازاي؟ هل بيجيبوا قطره وينقطوا كده؟ غلط الكلام ده عك. بص يعمل ايه، يقوم ميل الانبوبه كده وحمض الكبريتيك يجيبه في قطاره، بيجيبه في قطاره لانه ميه نار، بيجيبه في قطاره كده او اسمها مصه مزوره باداه شفط، ويقوم منزل نقطتين كده. فالحمض ينزل ازاي؟ ينزل يصطدم بالسطح ولا ينزل على جدار الانبوبه؟ برفق، برفق، بحنيه، بينزل برفق، في حنيه في الاداء، في ايه؟ ولذلك قال الشاعر لتكون الحلقه البنيه يضاف الحمض بحنيه. يضاف الحمض بايه؟ شفتي اسمها برفق. اوعي تنسي اهم حاجه الاحساس في الكيمياء. يبقى الحمض اتحط ازاي يا بت؟ طب قسما بالله العظيم ان لو الحمض ما اتحطش برفق ما هتشوف حاجه وهتبوظ التجربه وحسبي الله ونعم الوكيل فيك يا وحش. حد مش موجود؟ نعم مش فيك انت. حمض الكبريتيك بيتحط ازاي؟ على جدار الايه؟ وانت عرفت الشاعر قال ايه؟ صح عرفت الشعر؟ لتكون الحلقه الايه؟ بنيه يضاف الحمض بايه؟ في لازم يبقى في حنيه في الاداء. لان بجد بقى هناخد في اخر حته في التجربه، سيبك من الهزار. مركب الحلقه البنيه مركب ضعيف جدا، ضعيف الثبات، لو الانبوبه اتعملت كده منك اترجت او حصل تسخين المركب هيختفي. ولذلك التجربه دي مش اي حد يعرف يعملها، ده محتاجه واحد ايديه ثابته. المره اللي فاتت واحنا في القاهره طالبه من الطالبات طلبت انها تطلع تعمل التجربه، واتفرج بقى عايزه تعمل التجربه، بمجرد ما مسكت الانبوبه بص اتفرج. يا بنتي بتعملي ايه؟ خرب بيت سنينك، مش ممكن، مش عارفه تمسك الانبوبه. لان خد بالك وده هيحصل معاك في العملي، يعني اللي هيخش جوه الكليه عمليه اوعى تكون فاكر نفسك اول مره هتخش وفاكر نفسك بقى خالد صقر بقى اللي هو والرد مع الاستغفار. انت اصلا هتستغفر من كم القلاوي اللي هتكسرها، يعني انت هتستغفر لانك كل ما هتمسك هتقع منك. ليه؟ ايدك مرعوشه لسه، الموضوع ده محتاج تدريب. هو انت فاكر ان ما بين اصل انت بتبص على الموضوع وانا بعمله وتحسه سهل. لا هو انا عشان بعمله انت لو جربت طلعتي، يعني احنا هنخلي ميس فاطمه تعمل العمليه. واخد بالك؟ انا هقعد اتفرج هعلق بس، ما انا مش هينفع انا اعمله يا جماعه، الموضوع صعب اصلا. الموضوع صعب عليا انا، انا ممكن بعمله في القاهره واجري. واحد يقول لك ليه؟ لان المكان. المشكله ان انا هنا بخرج المكان مقفول، فانتوا لما بتخرجوا غيركوا بيخش، فانا المجموعه اللي وراك اتعب والمجموعه اللي وراها اتعب اكتر. الموضوع متعب، بيجيب مغص شديد يعني. لكن في القاهره احنا بنعملها وايه؟ ونجري. يلا بينا يلا. تجربه الحلقه الايه؟ اللي لازم احسن كده. انت فهمت التجربه. تعالى لي بقى نشرح المعادله بقى حته حته لان المعادله فيها تفاصيل. اسمع، شو انت قلت محلول الملح؟ يلا يا واد، يبقى ان ايه؟ ان او 3 اكوس. اسمعك، يتضاف له مين؟ كبريتات ايه؟ حديد اتنين حديثة اف اي اس او 4 ها اكوس. اسمع، ثم قطرات من حمض ازاي؟ برفق على جدار. صعب الكلام. اخر معادلة هطلب منك فيها حفظ النسب، اخر معادلة. اللي مذاكر كده ثلاثة، حديد مع حمض كبريتيك مركز، التأكيدية بتاعت النيتريت والتأكيدية بتاعت النيترات. اتنين الى ستة الى اربعة. بس انا هسأل سؤال لان هو ده اللي هيفهمك ايه اللي بيحصل جوه المعادلة جوه الاناء عشان يتكون حلقة بنية. هو حمض الكبريتيك لما بينزل ويلمس السطح هل بيلمس المحلول ده كله ولا بيلمس السطح بس الاول؟ السطح. يعني كل اللي انا هشرحه ده بيحصل فين؟ على السطح. كل ده فين؟ نبدأ بسم الله. ما
مش الحمد لمس المحلولين دول واحد زي ما انتم متعودين، مش ده صوديوم؟ صوديوم بسرعه، انت عارف ان الراجل ده من 1A صح؟ مستر خالد علمني ان 1A محبه لمين؟ برافو يا شاطره. حلو الكلام؟ بص بقى عشان دي اهم حته اللي هي الاكسده والاختزال. مش كده الان ايه اخرج الاس او 4؟ مش كده فاضل الان اسري؟ الان اسري، الان اسري جزء منه بيتحد مع الاتش فيكون حمض نايت ريك الذي سرعان حمض نايت ريك عمل مؤكسد الذي اول حاجه ده ايه اللي هيحصل له؟ يتاكسد فيتحول من كبريتات حديد 2. فهمت الحته الصغيره دي؟ يبقى كده حصلت عمليه اكسده للحديد فتحول من كبريتات حديد 2 لكبريتات حديد. بس استنوا نقف بقى وننزل الحته الصغيره دي. كم ان ايه هنا؟ خرجوا كام هنا؟ 2. كم اف ايه هنا؟ 6. خرجوا كام بره؟ قمت ضارب هنا في كام؟ بص الحته دي، حد يعرف يقول لي الصوديوم والحديد وهم خارجين اخذوا كام كبريتات؟ 10. اعدهم لك، دي كام كبريتات؟ واحده، وهنا 9 يبقى كام؟ ادي 6 اس او 4 وادي 4 اس او 4. يلا اخر حته اتفهمت دي لحد كده؟ تاني يبقى الحمض اول ما لمس المحلولين، 1 الصوديوم اخذ الكبريتات كبريتات صوديوم، 2 النيترات دي مع الاتش كونت حمض النيتريك اللي عمل ايه صاحبنا؟ اكسده فحول كبريتات حديد 2 لكبريتات حديد. بابا طب انا بما اني اكسدته هو هيعمل فيها ايه؟ هيختزلني. فالحمض هنا او كبريتات حديد 2 اختزلت الحمض لايه وايه؟ ميه وحاجه ثانيه. هات الميه، مش دول 4 اتش 2؟ اللي مركز على السبوره كده الاتش اخذت كام او وهي خارجه؟ 4 او صح؟ 4 اتش 2 اخذوا معاهم كام او؟ الجدع الجدع من الاثنين ان او 3 دول خرج 4 او، قال لي سهل ادي الاثنين ان زي ما احنا صح؟ احنا ما جيناش ناحيه الان، الاو كانوا كام واحده؟ وانت اخذت منهم كام؟ 4. يتبقى بس فيطلع غاز اكسيد النيتريك عديم اللون. غاز اكسيد نيتريك ايه؟ لحد دلوقتي ما فيش حلقه بنيه اتكونت. اصبر بس اخر حاجه اهي، انا باكد على الخطوه الاولى في الحلقه البنيه. مين اللي حصل له اكسده ومين اللي حصل له اختزال؟ كبريتات حديد 2 حصل لها عمليه اكسده متحوله من كبريتات حديد 2 لكبريتات حديد. مين اللي اكسدها؟ النيترات. وفي نفس الوقت النيترات حصل لها اختزال فتحولت من نيترات لاكسيد نيتريك. من نيترات لايه؟ ثانيه واحده بقى، واحده قالت لي مستر فين الحلقه البنيه؟ طب ما هو لحد كده ما فيش حلقه بنيه. قلت لها بصي بقى، اكسيد النيتريك الذي سرعان ما يتحد مع جزء من كبريتات حديد 2 التي لم تتاكسد. ودي بتكون يا جماعه تحت مش فوق بقى، ما انت قلت اللي حصل ده كله كان فوق السطح صح؟ اتفرج بقى، ده كله حصل فوق السطح. طب ان او بقى، ان او ده سرعان ما يتحد مع جزء من كبريتات حديد 2 التي لم، جماعه ايه التي لم تتاكسد دي؟ اللي مركز، مش احنا قلنا ان كل اللي حصل ده حصل فوق السطح؟ تحت لسه بقيه المحلول ما اتاكسدش، فبسرعه جزء من ان او بيتفاعل مع كبريتات حديد 2 فتتكون حلقه بنيه. تتكون ايه؟ يبقى سؤال يا جماعه اللي مركز على الرسم، يبقى الحلقه البنيه اتكونت فوق السطح ولا في القاع؟ ولا عند الحد الفاصل بين المحاليل وحمض الكبريتيك؟ بس كده، فين الحلقه البنيه؟ اف اي اس او 4 مع ان او يدينا اف اي اس او 4 بوينت ان او. هو ده يا جماعه المركب اللي بيسموه مركب الحلقه ليه؟ يبقى مركب الحلقه البنيه صيغته الكيميائيه اف اي اس او 4 بوينت. يا جماعه بوينت ان او. ثواني ثواني ثواني، معلومه للي عايز، بعض الكتب الخارجيه كاتبه لك اسمه، لا هم مش كاتبين، مش كتب خارجيه، هو هتلاقيه على النت، اسمه نيتروزيل كبريتات حديد 2. يبقى مركب الحلقه البنيه ده احد املاح حديد 3 ولا احد املاح حديد 2؟ احد املاح حديد. اسمه كده نيتروزيل. نيتروزيل ده مركب بيسموه حاجه اسمها الزيليات، بديل يعني، طلع بديل ببساطه. نيتروزيل كبريتات حديد ايه؟ 2. اوعى تنسي بقى هذا المركب مركب غير ثابت. مركب ماله؟ يزول بايه او بايه؟ اهو باكد تاني، يزول بالرج او، والله يا جماعه كنا قبل كده بنقول يزول بالرج او تسخين وخلصنا. دلوقتي الكتب الخارجيه ترحمنا مفيش رحمه، مفيش لا راحه ولا بالراحه. يقول لك ماذا يحدث عند تسخين مركب الحلقه البنيه؟
لما نشوف مين مذاكر باب اول. يا ليلى ما بيرحموش والله يا جماعه. اما حبيبي اللي مذاكر شايف الحته دي، دي اول حته بتخرج، يلا غوري في 60 داهيه. سوري يا جماعه. اما اللي مذاكر باب اول المعادله دي ايه؟ ده انا حافظها اصمم الباب الاول، ما انا مذاكر بما يرضي الله مش النوع التاني من الطلبه. قال لي المركب ده مستر كان سرعان ما ينحل، كان بيدي اكسيد حديد 3 وثاني اكسيد الكبريت وثالث اكسيد الكبريت. ده حتى المحترمه كان عليه سؤال عن اللي في الباب الاول. طب هو كان كبريتات حديد 2 ليه كان بيدي اكسيد 3؟ كنا قايلين ان ثالث اكسيد الكبريت عامل مؤكسد قوي، يبقى ينشا عن انحلال مركب الحلقه البنيه. ده سؤال في كتب خارجيه يا جماعه. كم غاز؟ غاز 2 3 اكسيد نيتريك عديم اللون اللي هيتحول لبني محمر عند الفوهه، وثاني اكسيد الكبريت وثالث اكسيد الكبريت وماده صلبه اللي مذاكر لونها احمر داكن. لونها ايه؟ حضرتك اللي انا شرحته هنا ما هوش فيلم، انا شرحه قبل كده. الاثنين ان هو خرج اهو اترموا بره، وكبريتات حديد 2 بتنحل تدي 3 حاجات. روحي حضرتك ذاكري المعادله دي في حاجه اسمها تحضير اكسيد حديد 3. يحضر اكسيد حديد 3 بطريقتين، دي المذاكره يا جماعه، ان انا اسال في اي وقت الاقي الطالب عارف. بتفاعل ملح حديد 3 مع قلوي ثم تسخين الناتج، او بانحلال كبريتات حديد كام؟ كبريتات حديد 2 كان بينحل بالحراره يدي اكسيد حديد 3، ثاني اكسيد الكبريت ثالث اكسيد الكبريت. معايا كده بابا؟ يبقى اهو ده ناتج انحلال مركب الحلقه البنيه. ويبقى الحلقه البنيه محترمه بتتكون على مرحله واحده ولا مرحلتين؟ مرحلتين. التفاعل اللي بيحصل عند السطح، فوق، واحد اول ما بتضيف حمض الكبريتيك يتكون كبريتات صوديوم، تتاكسد كبريتات حديد 2 متحوله لكبريتات حديد، ويختزل بقيه الحمض الميه واكسيد نيتريك عديم اللون. اكسيد نيتريك عديم اللون الذي سرعان ما يتحد مع كبريتات حديد 2 التي لم تتاكسد اللي موجوده تحت في المحلول، مكونا نيتروزيل كبريتات حديد 2 والمعروف باسم مركب الحلقه البنيه. هذا المركب ثابت ولا غير ثابت؟ يزول بالرد او التسخين، وبكده حبيب قلبي يبقى كشفت عن انايون النيترات وخلصت مجموعه انيونات حمض مين؟ الكبريتيك المركز. في مشكله في الكلام ده؟ اخر مجموعه عندك في الانيونات مجموعه انيونات محلول كلوريد الباريوم. خلينا نقول جملتين قبل ما ناخد الملخص حبيب قلبي، لانك خلصت كده الشق الحامضي كله. ممكن اسالك سؤال؟ هو مش انت في اتش سي ال يا محترم يا اللي مذاكر كان عندك احماض ضعيفه الثبات؟ جبت اتش سي ال اللي هو حمض ماله متوسط الثبات طردهم صح؟ خش على اللي بعدها. في مجموعه انيونات حمض الكبريتيك اللي احنا خلصناها، حلو؟ انت كان عندك احماض متوسطه اللي هم اتش سي ال و اتش بي ار و اتش اي و اتش ان او 3، جبت حمض مالك؟ جبت حمض الكبريتيك المركز. اشمعنى حمض الكبريتيك المركز اللي ضردهم؟ لان هم متوسط الثبات وحمض الكبريتيك اكثر. اخر سؤال بقى، طب الاحماض الاكثر ثباتا، ده السؤال الاول، الاكثر ثباتا اللي هم حمض الكبريتيك والفوسفوريك، هل يمكن طردهم على هيئه غاز؟ طب ليه لا يمكن الطرد على هيئه غاز هنا يا مستر عيب؟ لان دول اكثر الاحماض. الحمض الكبريتيك بيجي منه الكبريتات، وحمض الفوسفوريك بيجي منه الفوسفات، فلا يمكن الطرد على هيئه. رد يا بيه، واحنا قلنا اللي ما تعرفش تطيره رصبه. وبالتالي هنا يا جماعه طريقه الكشف للمجموعه دي غير المجموعتين اللي فاتوا. نبدا، يبقى مجموعه انيونات محلول كلوريد الباريوم تحتوي على كم انايون؟ على انيونين. اسمع، انايون مين وانايون مين؟ ما خلاص بقى مستر، انايون الكبريتات. اسمع، اللي جاي من حمض مين؟ الكبريتات اللي جايه من حمض الكبريتيك. رد. والانايون الثاني انايون مين؟ انايون الفوسفات اللي جاي من حمض مين؟ ويبقى خد بالك دي المجموعه الوحيده يا جماعه التي لا يمكن طرد الانيونات فيها على هيئه غازات، وانما يتم الفصل على هيئه. أو بص يجي يسأل عنها إزاي في مصطلح علمي عند أزهر، يقول له مجموعة أنيونات لا تتفاعل لا مع اتش سي ال ولا مع حمض الكبريتيك، يبقى مجموعة أنيونات مين؟ محلول كلوريد. يبقى اللي ما يتفاعلش لا مع اتش سي ال ولا مع حمض الكبريتيك يبقى أكيد مجموعة أنيونات مين؟
طب اسمع بقى، انت قلت الانيونات دي محترمه اللي مركز هتفصل على هيئه ايه؟ بص بقى العيل اللي مركز. وبالتالي تبقى المجموعه دي التجربه الاساسيه بمحلول الملح والتاكيديه بمحلول الملح. ايه؟ نعم حضرتك. ايه حضرتك؟ ايه حضرتك مالك؟ ما انت لو مركز في اللي انت قايله في الاول هتبقى فاهم اللي انا بقوله ده. مش الاولانيه كان بيطرد على هيئه غاز؟ الطرد على هيئه غاز كان بيتم من الاملاح. كنت بتجيب ملح صلبه تديله الحمض يطلع على بره بيطرد. لكن هنا حضرتك هتفصل على هيئه والرواسب عشان تتكون لازم تتم في محاليل. وبالتالي هنا الاساسيه بمحلول الملح والتاكيديه. تعالى نبدا بقى في الاساسيه بتاعت الاثنين. يبقى الاساسيه هنا يا بابا اسمع، محلول الملح، محلول ايه؟ زائد محلول كلوريد باريوم زائد محلول مين؟ ما احنا قلنا يا جماعه الكاشف الاساسي في المجموعه دي محلول مين؟ لما نشوف اللي مركزين. يلا يا اساتذه عايزين ملح في كبريتات، وليكن كبريتات Na2SO4 aqueous ثم قطرات من محلول اسمه ايه؟ على فكره يا جماعه مش هو قال ده الكاشف؟ صح. معلش بقى يا جماعه انا دايما بحب اروح لعم احمد. عم احمد بعد اذنك عايزين محلول كلوريد باريوم عشان نعمل التجربه. ما عندناش. يلا بابا، عم احمد بيقول لك ما عندناش كلوريد باريوم. خلاص مش هنعمل التجربه ولا في بديل؟ تعرف تجيب بديل لمحلول كلوريد محلول كلوريد الباريوم؟ ها؟ قول يلا. بيكربونات الباريوم. هات يا عم احمد اشمعنى بيكربونات يلا؟ احنا عايزين ملح باريوم بيدوب في الميه. هات يا عم احمد بيكربونات باريوم. ما عندناش يا استاذ خالد. هات نيترات باريوم. يبقى ينفع محلول كلوريد الباريوم او بيكربونات الباريوم او كلوريد او نيترات الباريوم. ايه ده، انت عرفت منين ان كل ده ينفع يا مستر؟ احنا عايزين ملح فيه باريوم بيدوب في الميه، مالناش دعوه هو مين. محلول كلوريد باريوم صح، لقيله الكتاب وده الصح. نيترات باريوم او بيكربونات باريوم، يبقى انت مش حافظ الكلام اللي في الكتاب ده، انت عارف البدايل كمان. مين هياخد مين؟ NaCl، ادي NaCl aqueous. ومين ياخد مين؟ Ba تاخد ال SO4، BaSO4 solid. هنا تم الطرد على هيئة احنا قلنا اهو بقى راس. ننزل المعادله ونتكلم. Na كام؟ خرجت اضرب SO4 SO4 Ba واحده خرجت واحده. Cl كام؟ خرجت 2 Cl. شايفين ده يا جماعه؟ يبقى هنا الكبريتات في التجربه الاساسيه مع اي حاجه فيها باريوم يديك كبريتات مين؟ يتكون كبريتات باريوم رصب ابيض. يبقى كبريتات باريوم يا جماعه؟ صعبه دي؟ روح الناحيه الثانيه برضو، خلينا نخلص الاساسيه. اسمع يا جماعه، هي الاساسيه بتقول ايه؟ ها؟ يلا محلول الملح، بس المره دي عايزين محلول فيه ايون مين؟ فوسفات. يبقى دي Na3PO4 aqueous ثم قطرات. اسمع يا جماعه، من محلول مين؟ لما نشوف اللي مركزين. يلا يا جماعه احلال مزدوج، مين هياخد مين؟ Na هتاخد السي ال، يبقى NaCl ها اكوس. يلا يا ابني، ومين ياخد مين؟ والبي اي تاخد البي او 4. بنتفرج هنا بقى يا جماعه نلاقي ناس مش عارفه يكتب المركب. معلش تعالوا على مهلنا بالراحه عشان زمايلنا. هو البي اي تكافؤه كام؟ البي اي تكافؤه كام؟ ثنائي، يبقى هنا باي 2. ومجموعه الفوسفات تكافؤها كام؟ يبقى بي اي 3 بي او 4 باي 2 سوليد. تعالى ننزل المعادله، اصل بيقول لك وزنها صعب. معلش الوزن صعب، اما طلبه اولى ثانوي بيوزنوا وتلاقي طلب في ثالث ثانوي يقول لك اصل الوزن صعب. نبدا، كام بي او 4؟ خرجت كام؟ 2. قمت ضارب هنا في 2 كده البي او 4 اتظبط. كام ان ايه؟ خرجت كام؟ اضرب هنا في 6 كده الان ايه اتظبط والبي او 4 اتظبط. بي اي كام واحده؟ واحده. خرجت 6 سي ال، خرجت 6. خلصت. يبقى مع الكبريتات ادانا كبريتات باريوم رصب ابيض. طب مع الفوسفات ايه يا مستر؟ يتكون فوسفات باريوم. خد المفاجاه دي، يبقى مع الكبريتات يدي كبريتات باريوم ومع الفوسفات فوسفات باريوم رصب ابيض. اوب يلا رصب ايه؟ التجربه دي حتى الان ايه وليست ايه؟ احسنتي احسنتي احسنتي، كاشفه وليست مميزه. اها طب هي كاشفه مش مميزه ليه؟ طب ما هي يا مستر انت ضايع ولا ايه؟ ما هو مع الكبريتات ادت رصب ابيض ومع الفوسفات ادت رصب. خد بقى المفاجاه، لو عايز تميز بين المركبين اللي اتكونوا
مع الكبريتات يتكون كبريتات بريم رصب ابيض لا يذوب في حمض اتش سي ال. لا يذوب فين؟ هو عموما لا يذوب في الاحماض. بينما مع الفوسفات يدي فوسفات بريم رصب ابيض يذوب فين؟ في حمض اتش سي ال. يبقى سؤال يا جماعه، كيف تميز عمليا بين رصب كبريتات البريم ورصب فوسفات البريم؟ اقول له باضافه حمض مين؟ اتش سي ال. لو الرصب ما رضيش يذوب يبقى الرصب ده كان ايه؟ كان كبريتات. كان رصب ايه؟ لان رصب الكبريتات لا يذوب في الاحماض. طب لو الرصب ده بيبقى ايه؟ يبقى فوسفات. ولذلك اقول حاجه بقى مهمه، معلومه كده زياده عشان ما تنسيش لطلبه علمي علوم. شايفين كبريتات البريم اللي هناك ده؟ شايفين ده؟ دي مش هتنسيك الحته اللي انا هشرحها دي، حته جامده بس دي حته ميديكال. كبريتات البريم ده ماده سامه. ماده ايه؟ ماده سامه. ماده ايه؟ يعطى للمريض قبل تعرض معدته لاشعه اكس. يعني انت ربنا كرمك واشتغلت مدرس، ومرور الوقت جالك قولون عصبي، مش كده؟ فانت عندك الام شديده في المعده، رحت للدكتور فقال لك اعمل لي ايه؟ اعمل لي اشعه. اعمل لي اشعه القولون، اعمل لي اشعه المعده. فانت رحت بقى حجزت اشعه بقى، اول ما بتخش على طول هم يقولوا لك ايه ده، انت عايز تحليل ده، عايز تعمل الاشعه دي، اضرب دي. اضرب ايه؟ ايه اللي انت هتضربها دي؟ حبايه كبريتات باريه. حبايه فيها مين؟ اللي هي ماده مالها سامه. ابلع، خد ابلع. فانت طبعا هتخاف تبلع لانك جاهل، لانك ايه؟ ده اللي هيخاف يبلع. طبعا هو ما بيقولوش لحد ان دي ماده سامه، لان الناس هتتخض فعلا، لكن هي ماده ايه؟ سامه. هيقول لك بس انا كده هموت. مش هتموتي يا اختي، مش هتموتي يا بيدا، يعني احنا عشان نعمل لك اشعه نموتك؟ طب ما نعملش احسن. ايه الذكاء العالي بتاعك ده؟ طبعا الماده دي بنديها له ليه؟ لانها بعد شويه تنزل هنا في معدته، نيجي احنا نسقط عليها اشعه اكس، فالماده دي بتعمل ضوء فتخلي معدتك ما شاء الله عليها منوره. طبعا تبص بقى طبعا عشان الدكتور يشوف كويس، ما عايز يشوف التفاصيل، فهنا قدر يشوف. هيقول لي بس انا كده برضه هموت. يا ابني هتموت ازاي؟ هتموت ازاي؟ هو التسمم ان السم يوصل للمعده ولا يوصل للدم؟ يوصل للدم. طب ما هو مش هيوصل للدم لان البتاع ده مش هيتهضم اصلا. واحد يقول لي مش هيتهضم ليه؟ انت مالكش حل يالا، لان كبريتات البريم لا بتدوب في الميه ولا هتدوب في حمض المعده. ما هو عمليه الهضم بتتم في وجود حمض اتش سي ال، مش هيدوبها، وبتنزل اثناء عمليه الاخراج. خلاص خلص الكلام بس كده، فده ما راحش ناحيه الدم خالص بس. ولذلك اوعى تنسى كبريتات البريم ماده سامه تعطى للمريض قبل تعرض المعده لايه؟ وما بيحصلوش حاجه لان الماده دي ما بتتهضمش. ما هو كلمه الهضم بتوع هات لي عيل في خمسه ابتدائي، تحول المواد المعقده الصلبه الى مواد ذائبه في الماء، الى مواد ابسط ذائبه فين؟ شرطها انها تدوب في الميه عشان تعرف تاخدها اثناء عمليه الامتصاص توديها للخلايا. طب حضرتك هو ما بيدوبش، ما بيدوبش، ما بيدوبش. ايه اللي هيحصل لحضرتك؟ عادي خلاص هيخرج اثناء عمليه الاخراج وخلص بس كده. يبقى هنا لا، ما احنا ممكن نعمل حاجه، احنا ممكن ندوبها لك في حاجه ثانيه ونقوم حقنها لك في الدم. ساعتها بقى قولي لي ايه اخبارك. يبقى هنا يا جماعه خد بالك، يبقى هنا يتكون، يبقى كيف تميز بين كبريتات باريوم وفوسفات باريوم؟ بعد ما الاثنين اتكونوا احط على الاثنين حمض مين؟ لو الرصب داب يبقى كبريت، يبقى فوسفات، ولو ما دابش يبقى كبريتات. اسمع بقى التجربه ليه؟ التجربه التاكيديه في الكشف عن الكبريتات بتقول محلول الملح زائد محلول خلات الرصاص 2. الله 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 الله، زي ما اكون شفت ده قبل كده يا اخي. ده اللي كان بيكشف عن غاز كبريتيد الهيدروجين، غاز ذو رائحه كريهه الذي يسود ورقه مبلله بمحلول خلات. يبقى خلات الرصاص في المنهج اهو لحد دلوقتي ما جاش غير مرتين في الكشف. مره في الكشف عن غاز H2S كان بيكون سحب، كان بيسود لتكون كبريتيد رصاص، والمره الثانيه في الكشف عن كبريتات. يلا يا جماعه محلول مين؟ يلا خلات مين؟ وهو محلول للمره الثانيه لملح عضوي. محلول مين؟ اكواس. مستر 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 اكتب سالب موجب. حاضر يا حبيب المستر. وهنقوم حاطينه على محلول الملح اللي هو محلول كبريتات صوديوم. بس المفاجاه يا اخي للمره الثانيه، حسبي الله ونعم الوكيل يا عم احمد. والله عم احمد انا زهقت. عم احمد
عايزين خلات رصاص يا عم احمد. ما عنديش يا ابني، انا والله زهقت من عم احمد، ما عندوش اي حاجه. عم احمد ما عندوش يا جماعه محلول خلات رصاص، نجيب ايه منه؟ روح نجيب بيكربونات الرصاص. نجيب ايه؟ نجيب بيكربونات الرصاص. نجيب بيكربونات الرصاص. نجيب ايه؟ عم احمد ما عندوش برضه. نجيب ايه؟ نيترات الرصاص. خليك في المضمون، خلات الرصاص، بيكربونات الرصاص او نيترات الرصاص، يعني ملح الرصاص ده فين؟ حبايبي احلال مزدوج اللي مركزين على السبوره، الاسيتات سالبه تاخد ال ان ايه فيدينا بره اسيتات صوديوم ملح عضوي، مش جاي من حمض عضوي، يبقى هنا يا جماعه ملح عضوي، ادي اسيتات صوديوم وهنوزه في الاخر. والبي بي تاخد مين؟ اس او 4 فيدي بي بي اس او 4 سوليد. اوزن واتكلم، كام اسيتات؟ خرجت واحده، اضرب في 2 بي 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 اس او 4 اس او 4 ان ايه كام واحده؟ خرجت 2 ان ايه. ما تندهش بقى، يبقى في التاكيديه هيتكون رصب اسمه كبريتات الرصاص 2 رصب ابيض. لا 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 روق، ولا 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 انجز يلا. يبقى الكبريتات في الاساسيه مع محلول باريوم يدي كبريتات باريوم رصب ابيض. ابيض صح الكلام؟ تعالى لي الناحيه الثانيه، الفوسفات في التاكيديه، الفوسفات فين؟ محلول الملح زائد محلول نيترات الفضه. وكده بقينا كام يا حبيبي يا اللي مركز؟ يا مستر رد. يبقى نيترات الفضه كاشف نوعي كم مره؟ ست مرات. تيتيد كلوريد بروميد يوديد فوسفات، بطيء. تيتيد كلوريد بروميد يوديد فوسفات. سنة ده كده ما شاء الله عليه، ده كده كان في كل المجموعات، كشف عن انيونين في اتش سي ال كبريتيت وكبريتيد، وكشف عن ثلاثه في مجموعة أنيونات حمض الكبريتيك كلوريد بروميد يوديد، وكشف عن واحدة في مجموعة أنيونات محلول كلوريد الباريوم، ألا وهي مين؟ فوسفات. يلا يا ست الكل هاتي محلول الملح. قالت لي حاضر يا مستر. يبقى دي إن إيه؟ ها بي أو 4 ماله؟ أكوس. أسمع يا جماعة، ثم يضاف إليه قطرات من محلول مين؟ نيترات الفضة. أسمع يلا شباب إحلال مزدوج، ها مين ياخد مين؟ قول ان ايه تاخد الان او 3، يبقى ان ايه ان او 3 اكوس، وهنوزن في الاخر. اسمع، والاي جي ياخد مين؟ الفوسفات، يبقى اي جي 3 بي او 4 لان الاي جي احادي والبي او 4 ثلاثي. نوزن، كم ان ايه هناك؟ 3. خرجت واحده، اضرب بي او 4 واحده، خرجت واحده، كمل. كم اي جي؟ خرجت كام؟ اضرب 3 ان اس 3 3 ان اس 3. شايفين ده؟ يبقى مع الفوسفات نحط نيترات فضه يدي فوسفات الفضه. فوسفات ايه؟ خد المفاجاه بقى اللي مركزه، رصب اصفر. اللي قاعده مركزه بقى من اول الحصه قالت لي اصبر يا مستر، اصبر يا مستر، اصفر دي ظهرت قبل كده مع اليوديد كان بيدي رصب ايه؟ طب انا معلش يعني، يبقى انا لو حطيت نيترات فضه على محلول ملح فاداني رصب اصفر. طب ما كده في احتمالين، يا اما يوديد يا اما فوسفات. اللي كان مركز بقى، اليوديد كان رصب اصفر لا يذوب في محلول النشادر، بينما الفوسفات رصب اصفر يذوب في محلول النشادر. يبقى لو سالتك في الامتحان كيف تميز بين يوديد الفضه، الفضه مش يوديد صوديوم، وفوسفات الفضه، هتقول لي باضافه محلول النشادر المركز. لو الرصب ما رضيش يدوب يبقى يوديد. طب ولو ده بيبقى؟ لان هما الاثنين صفر، هما الاثنين ايه؟ اليوديد يوديد فضه والفوسفات فوسفات فضه. ولكن الفارق ان يوديد الفضه رصب اصفر لا يذوب في محلول النشادر، بينما الفوسفات رصب اصفر يذوب في محلول النشادر. فاهم دي كده؟ وبكده حبيب قلبي يبقى خلصت كمان مجموعه انيونات محلول كلوريد الباريوم. شفت بقى اللي احنا بقى لنا حصص كتير بناخده ده؟ لو هيتكتب في ملخص يعني ياخد له 7-8 دقائق، ولو هتعمله شفوي يبقى ياخد له دقيقه. ملخص المواضيع كلها، أسئلة كيف تميز وكيف تحصل على وكيف تميز بين ملحي ومحلولي ملحي وعلل، أوف يا عم زغابة مش ممكن. تنقسم الشقوق الحامضية إلى 3 مجموعات، كل مجموعة لها كاشف وتسمى المجموعة على اسم. مجموعة أنيونات حمض HCl مخفف، مجموعة أنيونات حمض
مجموعة أنيونات حمض H2SO4 ماله؟ مركز. مجموعة أنيونات محلول كلوريد باريوم اللي هو مين ده؟ BaCl2. لا يا سلام بقى كمان لما العيل يبقى برنس كده ويعمل لنفسه ملاحظة كده. حتى الإشارات لها دلالات، حتى الإشارات لها إيه؟ هو هنا بيفهم نفسه إن الطرد هنا يطلع فوق فوق، لكن هنا مجموعة أنيونات حمض HCl ويستخدم في الكشف عن 6 أنيونات، هي على الترتيب كربونات بيكربونات كبريتيت كبريتيد سايو كبريتات نيت ايه؟ نيتريت. لان حمض HCl اكثر ثباتا من الاحماض اللي تشتق منها هذه. هنا كان بيطلع ثاني اكسيد الكربون اللي بيعكر ماء الجير وحاجات تانية كتير عند مرور الوقت قصير. سمعتك اللي قلت طويل هتهدي على عينيك. هنا كان بيطلع ثاني اكسيد الكبريت عديم اللون ذو رائحة نفاذة بيخدر ثاني كرومات البوتاسيوم. هنا نفس المشاهدة بس كان بيدي معاها راسب. هنا كان بيتصاعد غاز كبريتيد الهيدروجين ذو رائحة كريهة بيسود ورقة مبللة بخلات الرصاص. هنا كان بيتصاعد غاز NO عديم اللون الذي يتأكسد عند فواهة الأنبوبة متحولا لثاني أكسيد النيتروجين بني محمر. صح؟ أنا بشرح تجارب أساسية بس. ده كان بيكشف عن 4 كلوريد بروميد يوديد نيت رات. الكلوريد كان بيطلع غاز كلوريد الهيدروجين عديم اللون يكون سحب بيضاء مع ساق مبللة بمحلول النشادر. البروميد كان بيتصاعد غاز بروميد الهيدروجين الذي يتأكسد جزئيا بفعل حمض الكبريتيك فتنفصل أبخرة البروم برتقالية حمراء تصفر ورقة مبللة بمحلول النشا. بينما اليوديد كان بيطلع يوديد الهيدروجين عديم اللون الذي يتأكسد بفعل حمض الكبريتيك فتنفصل أبخرة اليود بنفسجية تزرق ورقة مبللة بمحلول. أما ده كان بيطلع ثاني أكسيد النيتروجين بني محمر. هنا ما كانش فيه طرد غازات، هنا كان بيكشف عن أنيونين هما أنيوني الكبريتات والفوسفات واللذان لا يطردان على هيئة غازات وإنما يفصلان على هيئة. مع الكبريتات كان بيدي كبريتات باريوم راسب أبيض، ومع الفوسفات كان بيدي فوسفات الباريوم برضو راسب أبيض. ولكن الفارق عزيزي المحترم إن مع الكبريتات كان بيدي كبريتات باريوم راسب أبيض لا يذوب فين؟ في الأحماض أو في HCl مثل HCl. بينما الفوسفات كان راسب ها أبيض. أسمعك برافو حبيبة قلبي، يذوب في الأحماض مثل HCl. اسمع الملخص ده هيعجبك قوي. أنا هقول كلمتين فهمتوا معناهم قولوا، ما فهمتوش قول لي أديك أمثلة. هشرح حاجة اسمها كيف تميز عمليا بين ملحي. كيف تميز بين ايه؟ فاهم يعني ايه بين ملحي؟ يعني الاملاح في الحالة ليه؟ قاعدة. هشرح قاعدة اسهل حاجة، انا بشرح السهل ينفع حاجات تانية بس انا بشرح اسهل حاجة. بص يا بابا، اذا كان الانيونين اذا كان ايه؟ اذا كان الانيونين، انا بشرح القاعدة مش الاستثناء، من نفس المجموعة يستخدم كشف المجموعة. يبقى لو الأنيونين من نفس المجموعة تستخدم ايه؟ وهيبقى الفرق في الغاز اللي خارج. طب اسمع رقم 2، إذا كان الأنيونين من مجموعتين مختلفتين يستخدم الكشف الأسبق.
يستخدم مين؟ كده انا خلصت ملخص كيف تميز بينما الحي. واحدة قالت لي مش فاهمة، تعال نجرب. كيف تميز عمليا بين ملحي كربونات صوديوم وكبريتيد صوديوم بإضافة حمض؟ مع الكربونات يحدث فوران يتصاعد غاز ثاني اكسيد الكربون الذي يعكر ماء الجير الرائق عند مرور لمدة قصيرة ويزول التعكير عند المرور لمدة طويلة. مع الكبريتيد يتصاعد غاز كبريتيد الهيدروجين ذو رائحة كريهة الذي يسود ورقة مبللة بمحلول خلات الرصاص. كمان واحدة، فهمتي؟ ده لو الانيونين في نفس الايه؟ طبعا مع ده كربونات وبي كربونات احنا عارفين ما بيميزش بينهم، لكن اي حد من هنا لو قال لك كيف تميز بين ده وده او ده وده او ده وده او ده وده اي اثنين ملحي تقول له باضافه حمض مين؟ كمان مره، طب كيف تميز بين ده وده؟ رد يلا. كيف تميز بين ملحي، هو قال ملحي، كلوريد الصوديوم ونيترات صوديوم باضافه حمض؟ كبريتيك مركز. مع الكلوريد يتصاعد غاز كلوريد الهيدروجين عديم اللون الذي يكون سحب بيضاء عند تعرض لصخب مبلله بمحلول النشادر. ومع النيترات يتصاعد غاز ثاني اكسيد النيتروجين بني محمر وتزداد حده الاذكره باضافه خرابه النحاس. كيف تميز بين الاثنين دول؟ باضافه محلول كلوريد. هنا رصب ابيض لا يذوب في الاحماض وهنا رصب ابيض يذوب. خلصت. ده لو الانيونين فين يا بابا؟ كده انا خلصت بقى اي حاجه في نفس المجموعه. واحد قالت لي طب لو كيف تميز بين حد من هنا وحد من هنا؟ HCl عشان تقول هنا هيتفاعل وتقول صفه الغاز وتقول هنا لا يحدث، تطلع لك بقى واحده جميله تقول لك حمض الكبريتيك. على فكره ينفع، بس هنا هيحصل حاجه، هنا هيتفاعل وهنا هيتفاعل، وتقولي صفه الغاز صفه الغاز. فهمت ايه الفرق انك تميزي ب HCl او بحمض الكبريتيك؟ لو واحد من هنا وواحد من هنا، لو حطيتي HCl هتقولي ايه هنا؟ هيتفاعل ويطلع غاز تقولي صفته، وهنا هتقولي لا يحدث. طب لو حطيتي حمض الكبريتيك يا محترمه هيتفاعل هنا وتقولي صفه الغاز، وهيتفاعل هنا وتقولي صفات. ولذلك المستر ريحك قال لك هاتي الكشف الايه؟ يعني سؤال، لو حد من هنا وحد من هنا جيب مين؟ طب لو حد من هنا وحد من هنا؟ طب لو حد من هنا وحد من هنا؟ عشان تقولي هنا هيتفاعل صفه الغاز وهنا لا يحدث تفاعل. اتفهمت اللعبه كويس؟ يبقى بص ملخص سهل ده، اذا كان الانيونين من نفس المجموعه يستخدم كاشف وهيكون الفارق في الغاز. طب اذا كان الانيونين من مجموعتين مختلفتين يستخدم الكاشف؟ وينفع تكشف الثاني، بس لو استخدمت الثاني اعرفي ان هيتفاعل هنا وهيتفاعل هنا وهيكون الفرق فين؟ في الغاز. يعني واحده قلت لها كيف تميزي مثلا بين كبريتيد الصوديوم وبروميد الصوديوم؟ قالت لي باضافه حمض الكبريتيك. مع الكبريتيد يتصاعد غاز كبريتيد الهيدروجين ذو رائحه كريهه الذي يسود ورقه مبلله بمحلول خلات الرصاص. ومع اليوديد يتصاعد غاز يوديد الهيدروجين عديم اللون الذي يتاكسد جزئيا بفعل حمض كبريتيك مركز فتنفصل اذكره اليود بنفسجيه تزرق ورقه مبلله بمحلول النشا. مفيش مكنه مش انت قلت تشتغل؟ يبقى ورينا يا حبيب قلبي. مكنه شغال، يعني بص زي اسمك كده. انا قلت كيف تميز بين ايه؟ ملحي. طب استنى كده، طب لو بين مح 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 مح. والله يا مستر هي المح مش اي حاجه مع اي حاجه، المح الاثنين دول مع بعض محلولي صح؟ حبيب اللي مذاكر، بإضافة محلول كبريات المغنيسيوم لكل منهما، كان مع ده؟ رصب أبيض على رصب أبيض على البرد، رصب أبيض بعد ثواني بقى. إيه دنيا لازم تربط الكلام ببعض، انت مش فاضي. كل الكلام الجميل ده يا جماعه باضافه محلول نيترات، وهيكون الفارق في لون الرصب وصفته، لون الرصب وايه؟ تعالى لي بقى كيف تميز عمليا بين الست محاليل دول؟ عادي، مع الكبريتيت رصب ابيض يسود بالتسخين، هنا راسب اسود على طول، راسب ابيض ابيض مصفر اصفر يذوب بشده ببطء لا يذوب في محلول النشادر. طب ما هنا كمان راسي اصفر. اوبا كده، اوعى تنسى في اتنين اصفريكا واتنين ابيضيكا مع نيترات الفضه. الاصفريكا يوديد وفوسفات، بس ده اصفر لا يذوب في محلول النشادر.
بص الملخص حلو ازاي؟ خلصت كل المجموعات. بينما الاصفر ده يذوب في محلول النشادر المركب. امال الاثنين الابيض مين ومين؟ الكبريتيت والكلوريد، بس ده ابيض اسود بالتصفين، وده ابيض يصير بنفسجيا عند التعرض للضوء. اما طبعا بص بقى دي كانت لوحدها، ده كان معاها محلول اليود البني صح؟ كان بيزول اللون. طب اسمعي بقى دي، طب لو جاب لي نيتريت ونيترات ممكن اسال سؤال؟ نبدا الاول عشان هنا في اسئله كتير. للتمييز بين نيتريت ونيترات، لو قال ملحي، ملحي انا كلامي واضح، ملحي اتش هنا يطلع يتفاعل ويدي غاز عديم اللون يتحول لبني محمر، وهنا لا يحدث. طب ممكن اسال سؤال، حمض الكبريتيك مميز ولا لا؟ اه حمض الكبريتيك هنا جوه الانبوبه عديم اللون هيبقى بني محمر عند الفواه، لكن هنا جوه الانبوبه بني محمر. فرقي، في فرق اهو، جوه الانبوبه مختلف، جوه الانبوبه هنا كان عديم يدي بني محمر عنده، لكن هنا بني محمر فين؟ جوه الانبوبه. يبقى ممكن تفرقي من جوه الانبوبه. استنى بقى كمان، طب لو قال محلولين ينفع طريقتين، برافو اللي قالت. اللي هتقول برمنجانات البوتاسيوم، اولا انت شخصيه ما شاء الله عليك، ربنا يزيدك ويبارك في عمرك. مين اللي هيزيل لون البرمنجانات ومين لا؟ النيتريت هيزيل لون البرمنجانات، لكن النيترات لا. وينفع كمان تجربه الحلقه البنيه، مين هيعمل حلقه بنيه؟ النيترات، لكن النيتريت لا. يبقى ينفع تميز بالتاكيديه بتاعت ده او التاكيديه بتاعت ده. لو عملت التاكيديه بتاعت ده هيزيل لون البرمنجانات وده لا، صح؟ طب لو عملت الحلقه البنيه، مين هيعمل حلقه بنيه ومين لا؟ النيترات بيعمل حلقه بنيه، لكن النيتريت لا. فهمت هتذاكر ازاي؟ وده كده ملخص كل الشروخ الحامضيه، تجارب اساسيه وتجارب تاكيديه. يشرفني معلقكم الرياضي خالد صقر ان انقل لكم احداث هذه التجارب العمليه الخطيره مع كل من استاذه فاطمه والسيد الاستاذ عمر. وانا قاعد هنا في مدرجات الدرجه الثالثه، لو انت بتشوفنا من مدرجات الدرجه الثالثه هتبقى ميس فاطمه على يمينك وعمر على شمالك، ولو انت معانا من مدرجات الدرجه الثانيه برضه هتبقى ميس فاطمه على يمينك وعمر على شمالك. اما لو انت قاعد في مدرجات الدرجه الاولى فهتكون ميس فاطمه على يمينك وبرضه عمر على، او كلام ملوش لازمه، مش هما بيعملوا كده في الماتشات؟ بيقعد يقول كلام ملوش لازمه. يلا ايه هتبداي بتجربه ايه؟ كلوريد. طب التجربه الاساسيه يا جماعه في الكلوريد بتقول الملح الصلب صح؟ رد بقى عليا، الملح الصلب صح؟ حلو. ثم يضاف اليه قطرات من حمض الكبريتيك ماله؟ مركز. والغاز وهو طالع، ثواني بس يجهز اهو، هنقوم معرضينه لصاق زجاجيه مبلله بمحلول النشادر صح؟ صاق زجاجيه مبلله بمين؟ اهي ادي محلول النشادر اهو، بصوا، وادي صاق زجاجيه او انبوبه. يلا بقى عمر، وهي مطلعه الغاز كده تقوم مقابلها انت بساق مبلله بمحلول النشادر. المفترض يتكون سحب مالها؟ بيضاء. يبقى هنا هنشوف كده هل هيبان بيضاء ولا مش بيضاء؟ انا مش شايف كويس. لا انا ماليش دعوه، هم انا مش شايف. بدات تعمل زي، بقت شاطره اهي، بص تحط حاجه غامقه. ولذلك وانت بتشتغل عملي لو شغال على سطح ابيض حاول تحط وراه حاجه سوداء عشان تبين. يبقى فعلا تكونت سحب بيضاء لتكون كلوريد الامونيوم سحب بيضاء. دي التجربه الاساسيه. انا شفت انا عايز زيكم. نعم كل مره ناخدها في وشي. نعم. ايه يا جماعه الناس اللي قاعده قدام مبسوطه؟ احنا هنا مبسوطين، احنا معاك. التجربه التاكيديه بقى، التجربه التاكيديه بالملح ولا محلول الملح يا بطل؟ بمحلول الملح. محلول الملح يا جماعه يضاف اليه قطرات من محلول اسمه نيترات مين؟ الفضه. يلا يا باشمهندس، ادي الملح الصلب، هتحط له شويه ميه وترج وتعمل ايه؟ وتستغفر. ايوه كده. مع الرج المستمر، ادي محلول الملح، حلو. ثم يضاف اليه قطرات من محلول مين؟ نيترات فضه، زي ما انت شايف كده. هنشوف بقى في راسب ولا مفيش راسب؟ اوبا! لا باين على طول صح؟ تكون راسب ايه يا جماعه؟ أبيض. تكون راسب ابيض من كلوريد الفضه، يصير ايه لو اتساب في الضوء؟ يصير نسينا، يصير ايه؟ بنفسجيا، يصير ايه؟ عند التعرض للضوء يذوب بشده في محلول النشادر المركز. هتدوبيه ولا ايه؟
خلاص ماشي خش على اللي بعده. لا لا خلاص مش مشكله. طب اللي بعدها بروميد صح؟ البروميد بقى يا جماعه بيكون سائق جدا، فاحنا مش هنعرض له ورقه مبلله بالنشا، هي لما هتحط حمض الكبريتيك هيطلع اتش بي ار اللي بسرعه هيتاكسد يتحول لبرتقالي، برتقالي محمر، هتشوفه جوه الانبوبه. تحت اهو. هو بص بدا تحت يدي برتقالي اهو. بص بقى كل ما هيتساب اكتر هيطلع غاز ريحته مش ولا بد. ويا جماعه والتعرض لكميه كبيره سواء من ابخره البروم او اليود بيسبب العقم. واخد بالك؟ انا راجل صريح هكدب عليك يعني. انا فهمت ان انا ما بشتغلش الحاجات دي؟ انا راجل برنس. مش قصدي حاجه يا جماعه، انا قصدي بس يعني ان انا فاهمك. يلا خش على اللي بعده. ايه؟ استنى انت عايز ايه يا بقى؟ نكمل نكمل. طب والله العظيم صح، خد بالك بس، ولذلك التجارب دي المفترض تتعمل في المعامل، يعني احنا بس بنحاول ان احنا جاهدين نعمل لكم الكلام ده بس غلس. صعب بجد وهم بيتعبوا يعني، هم حتى في الفتره اللي فاتت انا كنت اتخيل بخش كل مجموعه اشرح، انا بقى لو اشرح في اليوم اربع مجموعات اعملها اربع مرات واشم اربع مرات. وطبعا الطالب بالنسبه له ايه؟ يا عم انا عايز اشوف. انا عايز اشوف لو انا مت يا عم مش مشكله ما يموت بس اشوف انا. يا عم طب استنى طب انا اعيش وانت تشوف. لا 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 انت تموت مش مشكله. احنا هنا بنضحي بفاطمه بقى. ادي محلول الملح صح؟ مع الرج مصحوبا بالايه يا جماعه؟ بالاستغفار. احسنت يا بني احسنت يا ابني والله، اوعى تنسى يا جماعه. ثم يضاف اليه قطرات من محلول نيترات الفضه. فيتكون راسب بقى المره دي ابيض ايه؟ مصفر شويه، مش هيبقى ابيض نقي زي اللي فات، بيكون مصفر شويه. بص اهو يا نهار ابيض مصفر شويه فعلا. طبعا انت هنا بقى ممكن واحده يبقى عندها عمى الوان تقول لك انا مش شايفه كويس، مش مشكله يا حبيبتي. عمى الالوان ده معروف معروف موجود عند التيران. مش قصدي انا بتكلم على التيران يعني. التجربه الاخيره بقى استني لا استني بس التجربه دي بحبها جدا انا. اليود بيدي ابخره جديد ريحتها ميه مجاري كده عارفها. ايوه انا عايز اشم بقى. هنا يا جماعه ادي الملح الصلب، لا انت حتى حبه صغيرين على فكره احنا مش هنشوف. عمر ما تعمل انت يا عمر. معلش عمر احنا اسفين ان احنا نتعبك. بس ما تشمش عمر يعني بص اكتب نفسك على قدر استطاعتك. ادي الملح الصلب ثم قطرات من حمض كبريتيك مركز. هتشوف انت الانبوبه اصلا هتغمق فجاه لخروج غاز او ابخره اليود بنفسجيه. اوبا 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 اطلع بره اطلع بره اطلع بره بسرعه اطلع بره. تعرف تبخر. ابخره يود ده فظيعه ابخره اليود دي. الجو عامل عندكم ايه بره قدام يا جماعه؟ احنا هنا بص بقى شايفين مالناش دعوه بحاجه. لا تصدق الريحه بدات توصل لنا؟ لا لا بص بقى من اول حاجه
ده ابيض مصفر وده اصفر بالظبط كده. هو كان اصفر